بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم عن ال diagnosis and management of acute pulmonary embolism. subject مهم جدا، وهنتكلم كده في يعني واحده واحده بالتسلسل. اولا احنا يعني ايه اهميه الموضوع ده. ال pulmonary embolism is the most common preventable cause of death في ال hospitalized patient. مهمه قوي بالذات في ال hospitalized patient. ال venous thromboembolic diseases incidence تقريبا حوالي من 100 ل 200 بير 100,000 inhabitant. 80% من البلمونري امبولاي اوكير without prior warning signs or symptoms، وتلتين الديسز نتيجة البلمونري امبولاي بتحصل في أول 30 دقيقة من الامبولايزيشن. طبعا ماسيف بالمونري امبوليزم كلكم عارفين طبعا انها بتعمل سادن ديس، وده من اهم اسباب السادن ديس في الهوسبيتالايز بيشنت بالذات البوست اوبرتيف. الدياجنوزز ممكن يبقى ديفيكلت، والايرلي تريتمنت طبعا از فيري افكتيف. طيب الناتشورال هيستوري بتاع الفينوس ترومب امبوليك ديزيزز ايه؟ 40-50% من البيشنت اللي عندهم دي في تي بيديفلوب بالمونري امبوليزم، معظمهم بيبقى سايلنت. البالمونري امبوليزم بريزنت 3-7 دايز افتر الدي في تي. الفيتاليتي معظمها بتحصل في within 1 اور من الاونس ريسبيراتوري سيمتومز ان 10%. الشوك والبرزيستنت هايبوتنشن بيحصلوا في 5-10% من البيشنس، و 50% من العيانين اللي بيحصل لهم شوك وهايبوتنشن دول بيبقى عندهم طبعا ار في ديسفانكشن. الموست فاتاليتيز اوكير ان انتريتد بيشنس، زي ما قلنا عشان كده احنا محتاجين ايرلي دايجنوز وايرلي مانجمنت. later on بقى في الناتشورال هيستوري بتاع العيانين دول اللي بيحصل لهم بالمونري امبوليزم ان سرفايف اذا سرفايفد الاكيوت اتاك، طبعا البرفيوجن ديفكت اللي بتحصل نتيجه البالمونري امبولاي بتبقى كومبليتلي ريزولف في 75% من العيانين دول. طيب احنا السبجكت بتاعتنا دي النهارده يعني انا الحقيقه يعني لقيت ان هي افضل يعني كلام نتكلموا عليها نجيبه من الاوروبيان سايتي جايد لاينز. هي معموله حلوه قوي في 2013 وابديت في 2014، متقسمه ومكتوبه يعني مظبوط جدا في الاوروبيان سايتي اوف كارديولوجي جايد لاينز. فعشان كده احنا التوبيك بتاعنا استعنا بيها في السبجكت بتاعتنا النهارده. قبل ما نبتدي طبعا نتكلم عن الاستفاده بقى عن بالمونري امبوليزم، ازاي تو بريدكت وازاي تو دايجنوز وازاي تشوف نحط البروجنوزس والمانجمنت، لازم لما نيجي نتكلم في الاوروبيان سايتي جايد لاينز. كلكم عارفين طبعا اكيد ان الجايد لاينز بتبقى فيها كلاسز اوف ريكومنديشنز. وحد عارف الكلام ده ولا مش عارفين؟ عارفينه اكيد. بتتقسم الى كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. باختصار كده كلاس 1 دي اللي هم طبعا it is recommended او indicated. كلاس 2 بيبقى فيه 2A و 2B. 2A اللي هي should be considered، 2B so 2A sorry اللي هي should be considered، و 2B اللي هي may be considered يعني فيها قولان شوية. كلاس 3 بقى ده يعني هو دايما it's not recommended. ماشي. في حاجة اسمها level of evidence، دايما احنا بنقول كلاس 1 مثلا level of evidence B او A او C على حسب ايه بقى. الـ level of evidence A دوت بيبقى الـ data derived from multiple randomized A clinical trials or meta-analysis. الـ class level of evidence B بيبقى data derived from a single randomized clinical trial or large non-randomized studies. والـ level of evidence C هي consensus of opinion of experts and of small studies retrospective studies registers. طبعا كل ما الـ A أعلى من الـ B وبعدهم يليهم الـ C. طيب ايه بقى predisposing factors for venous thromboembolism؟ يعني دايما احنا ما بيجي لنا عيان اول حاجه بتتكلم بعد ما تسمع منه الكومبلين بتاعه ناخد منه هيستوري. يهمنا قوي في الكارديك ديز عامه ان احنا نسال عن predisposing factors for any disease.
انا شاكك في ايه، اسال على البيزنس ريسك فاكتور بتاعته. ماشي. طيب ايه السترونج ريسك فاكتورز؟ يعني لما يكون عيان عنده فراكشر في لور ليمب، مهم جدا ده في الاولد ايج، الناس اللي بيجي لهم فراكشر نيك اوف فيمر، فيري هاي انسيدنس اوف ايه دي في تي بالموني امبليزم ليتر بعدها. طيب عيانين هوسبيتالايز فور هارت فيلير او اتر فيبريشن او فلاتر حتى ايفن وذين ذا بريفيس 3 مانثس، فدي هاي سترونج ريسك فاكتور فور اوكانس اوف دي في تي اند بالموني امبليزم. الهيب اور نير ريبليسمنت كلها زي ما انتم شايفين ايه، بلفيك سيرجري. بلفيك سيرجري دي مهمه جدا، يعني في منطقه البلفس دي مجرد مانيبيوليشن في الجزئيه دي هيت بريديسبوز تو الفينس ترومبو امبليزم. ميجر تروما مايوكارديال انفارشن وزن بريفيس سي مانسس باست هيستوري اوف بريفيس فينس ترومبو امبليزم والسباينال كورد انجرز. طيب ايه المودريت ريسك فاكتورز بقى اقل في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في البريديسبوزيشن؟ الارثروسكوبيك ني سيرجري، الاوتو اميون ديزيز زي السيستميك لوبس والروماتويد والحاجات دي كلها، البلاد ترانسفيوجن، سنترال فينوس لاينز يعني نحط لهم سنترال فينوس لاينز لاي سبب، ماشي، الكيموثيرابي. الكيموثيرابي انتوا عارفين ان هو بالذات اللي هو طبعا فيه فيوجنز كده، ده ممكن يعمل فينوس ثرومبوز. congestive heart or respiratory failure, erythropoiesis stimulating agent, hormone replacement therapy مهمة قوي دي في العينين في الفيميلز، وال in vitro fertilization. infections برضو زي especially pneumonia urinary tract infection و HIV, inflammatory bowel disease, cancer, oral contraceptive therapy ده بقى في young females. لما تجيلك واحدة فيميل مثلا ميدل ايج وبتشتكي من ريكارنت ديسنيا، لازم تسالها اذا تاخد اورال كونسبت ثيرابي ولا لا، وده يمكن جايد للدايجنوز مانجمنت. الباراليتيك ستروك، بوست بارتم بيريود، السوبرفيشال فينوس ثرومبوز، برغم ان السوبرفيشال فينوس ثرومبوز طبعا اتسلف ما فيهاش مشكله انما هي بريديسبوز للدي في تي. الثرومبوفيليا. طيب ايه بقى الويك ريسك فاكتورز؟ هي ويك بس مهمه برضه، يعني عيان بيد ريدن مثلا بقاله اكتر من 3 دايز، الديابيتكس، الهايبرتنسفز، اللونج ايموبيلايزيشن، عيان مسافر فتره طويله بالطياره او بالعربيه، ممكن تحصل في كومبليتلي هيل سواء بيرسون مسافر بالطياره مثلا 8 ساعات ما بيتحركش، ما امشي من على الكرسي. انكريسنج ايج، لابروسكوبيك سيرجري، obesity, pregnancy and varicose veins. طيب لا الاسئله خليها في الاخر. In as many as 30% of patients with pulmonary embolism no provoking factor can be detected. دي نقطه مهمه جدا، ان برغم شوف احنا قلنا كام predisposing factor، 30% من العيانين بيجي لهم pulmonary embolism مفيش provoking factor ممكن يبقى. طيب ايه بقى الهيموديناميك سيكوالي اللي بيحصل في الاكيوت بالمونري امبوليزم اللي منه يعني هنعرف هاو تو ديتكت الكلام ده في صوره انفستيجيشنز ها وساينز. طيب طبعا احنا عارفين البالمونري امبوليزم اول حاجه هتعملها ايه، هتزود الرايت فنتريكولر افتر لود، خلاص، وده يؤدي الى ايه بالتالي رايت فنتريكولر دايلاتيشن. الرايت فنتيكولار دايلاتيشن هيروح عامل تريكاسبيد فالف انسفشنسي، وده يزود الرايت فنتيكولار وول تنشن، يبتدي يحصل نيورو هرمونال اكتيفيشن في السيركوليشن ومايكاردال انفلاميشن سوري، وبعدين ده هيزود طبعا الرايت فنتيكولار اوكسجين ديماند، وبالتالي هيحصل ايه؟ رايت فنتيكولار اسكيميا. الاسكيميا هتقلل الكونتراكتيليتي بتاعت الرايت فنتيكل، وبالتالي تروح قلل الرايت فنتيكولار اوتبوت، يبتدي يقل الليفت فنتريكولار بريلود، ماشي، واصلا ده هيؤدي الى لو كارديك اوتبوت ويقلل لنا السيستميك بلاد بريشر، وبالتالي برضو الرايت فنتريكولار كروني بيرفيوجن هيقل كمان، والرايت فنتريكولار اوكسجين دليفري يقل. طبعا السيكوال دي كلها تنتهي في الاخر الى ايه، حدوث كارديوجينيك شوك ويت مايت بي اند ان ذس. طيب
initial risk certification في الأكيوت بارموني إمبوليزم. عيان احنا الدياجنوزس بارموني إمبوليزم should be by suspicion. لان المانيفستيشن والسيمتومز بتاعت البارموني إمبوليزم always non-specific. يعني عيانك جالك بديسنا دي ليها 100 سبب. ف you should always suspect بناء على وجود predisposing factors بناء على برضو البرزنتيشن اللي حاصل. طيب اذا suspected acute pulmonary embolism اول حاجه لازم نتاكد منها هل في شوك اور هايبوتنشن ولا لا. لان وجود شوك اور هايبوتنشن في وجود بالموني في سبيشال اكيوت بالموني امبوليزم ده عيان هاي ريسك ممكن قوي لو اتاخرنا في الدياجنوز والمانجمنت يو اند ان مورتاليتي وكارديوجينيك شوك. طيب احنا ايه ده يعني امتى نقول ان العيان ده شوكت او هايبوتنسيف؟ اذا البلاد بريشر بتاعه قل عن 90 ملم مركري او ان هو دروبت من الاوريجينال بلاد بريشر بتاعه. اذا كنا احنا يعني كان عيان هوسبيتالايز وعارفين بلاد بريشر بتاعه اخباره ايه ولقينا ان هو دروبت اكتر من 40 ملم مركري فور اكتر من 15 مينتس. مش عيان حصل له كده مثلا ترانزيتلي وتحسن ممكن تبقى فازوفيجل، لا هو لازم يبقى بيرزيستنت فور اكتر من 15 مينتس. وان احنا نتاكد ان هو العيان ده الهايبوتنشن اللي حصل ده ما كانش نتيجه اريزميا او هايبوفوليميا او سيبتسيميك شوك. ماشي. طيب هو يعني احنا بنتكلم في الانيشال ريسك في اكيوت بارموني امبوليزم ده هاي ريسك بناء اللي هو على ايه؟ يعني ان هم العيانين الهاي ريسك دول المشكله كلها ان هم هيبقى المورتاليتي هتبقى فيري هاي في الاول 30 داي اللي هو الفيرست مانس هو ده الريسك اللي قدامك. طيب التيبل ده عباره عن برضه روبين ستاتيك جايد لاينز حطاه في اسسمنت اوف بري تيست بروبابيلتي او كلينيكال بريدكشن رول فور بارموني امبوليزم. يعني انا دلوقتي سسبكتد بالموني امبوليزم ماشي، امتى اقول هاي سسبشن ولا لو سسبشن، او امتى اقول بالموني امبوليزم دي لايك مور لايكلي او ان لايكلي. ماشي. في حاجه اسمها ويلز رول، حاطين ايتمز كده هنتكلم فيها وكل ايتم من دول محطوط لها رقم عشان في الاخر تحسب سكور. في اوريجينال فيرجن منه وفي في سمبليفايد فيرجن. ماشي. ايه هم الايتمز دي؟ في وجود هيستوري بس هيستوري بريفيس بالموني امبوليزم او دي في تي، الهارت ريت لما بيكون اكتر من 100 بير مينيت، التاكيكارديا اولويز ا ساين اوف بالموني امبوليزم، ساينس كارديا عاديه. طبعا عيان حاصل له عامل سيرجري او امبولايز في الاخر 4 ويكس، هيموبسيس كلنا عارفين هيموبسيس دي من السيمبتومز بالموني امبوليزم، اكتف وجود اكتف كانسر، وجود كلينيكال ساينز اوف دي في تي، ومفيش حاجه يعني تقول ان في اذر اولتيرناتيف دياجنوزز زان بالموني امبوليزم. خلاص كل زي ما ايتم من دول بتاخد سكور في الاخر بنشوف بقى السكور ده نجمعه ونشوف في تو ليفل سكور اللي هو ان هو نقول يا بالموني امبوليزم ان لايكلي يا لايكلي. Unlikely لو كانت في الاوريجينال فيرجن من 0 ل 4 و likely لو كانت اكتر من 5. السكور ده طبعا انتوا مش لازم تبقوا يعني ايه مش لازم تبقى حافظه، انت الحاجات دي كلها ممكن يعني تنزل البوكت جايد لاينز في البالموني امبوليزم، المفروض كلكم تبقوا عاملين الكلام ده يا جماعه. في طبعا سواء على الايفون او السامسونج بتنزل البوكت جايد لاينز دي وتبقى عندك، بحيث ان انت لو مثلا عندك عين سسبكتنج تحس تطلع السكور وتحسب. انتوا عندكم عارفين الكلام ده ولا مش عارفين؟ طيب في برضو انذر سكور اللي هو اسمه الريفايزد جينيفا سكور، تقريبا الايتمز متشابهه بس يعني برضه لازم تبقوا عارفينه. برضه بريفيس دي في دي او بارموني امبوليزم، هنا الهارت ريت متقسمه بقى شويه عشان كل ما بتزيد بتبقى السكور اعلى شويه. يعني لما يكون اكتر من 95 بير مينت هتدي سكور
خمسة في الاوريجينال فيرجن واثنين في السمبليفايد فيرجن. لو هي من 75 ل 94 اللي هو عالية بس يعني وزن النورمال، السكور اقل شوية 3-1. برضو السيرجري محطوطة والفراكشر في الباست مانس، هيموبسيز، اكتف كانسر، يونيت اللور ليمب بين اللي هو ساينس اوف دي في تي يعني، وبين في اللور ليمب اون ديب بالبيشن يعني اللي هو يونيت الاديما اللي هو يعني برضو ساينس كلها في دي في تي. والايج لما بيكون اكتر من ايه من 65 برضو نفس الكلام في الاخر، بتقسم بالموني امبوليزم انلايكلي يا لايكلي بناء على السكور، او في 3 ليفل سكور ايفالويشن تاني اللي هو لو انترميديت اور هاي. طيب نلخص الكلينيكال برزنتيشن بقى بتاعت العيان ايه اللي جاينا بالموني امبوليزم دوت. زي ما قلت لكم يعني المشكله في البالموني امبوليزم ان انت يو مي اسكيب البرومت دايجنوزس في نتيجه ان كلينيكال ساينس والسيمتومز بتاع البالموني امبوليزم بتبقى اولويز نون سبيسيفيك، وبالتالي when the clinical presentation raises suspicion of pulmonary embolism in an individual patient it should prompt further objective testing. يعني انت خلاص suspecting هتبتدي بقى نخش في investigations اللي هنتكلم عليها. ال most common symptoms اللي هي الدسنيا، chest pain، presyncope or syncope، والهيموبسيس. طيب arterial hypotension and shock are rare but important clinical presentation since they indicate central pulmonary embolism or major pulmonary embolism يعني or severely reduced hemodynamic reserve. Syncope is infrequent but it may occur regardless the presence of hemodynamic instability. يعني مش شرط لواحدة حد جاله pulmonary embolism وpresented بsyncope ان هي تبقى high risk، ممكن تبقى مش high risk. Finally, pulmonary embolism may be completely asymptomatic and may be discovered incidentally during diagnostic workup for another disease or autopsy. طيب التيبل ده بيورينا كده ال clinical characteristic of patient with suspected pulmonary embolism في emergency department. يعني كم واحد منهم جاله ديسنيا مثلا؟ 50% بس، ماشي. pleuritic chest pain، العيان اللي جايله بيجي لكم لو منكم ناس بتشتغل في الطوارئ وكده بيجي لهم عيان اللي هو تقولوا ايه اتيبيكال تشيست بين وتروحوه. انتوا كل المشكله كل اللي تفكروا فيه ايه هو مش كرونري ارت ديزيز. طب فكرت ان هو تبقى بالموني امبوليزم؟ كتير قوي بتبقى ميزت الكلام ده، بالذات في يعني لما يجي لك واحده في ميل اوبيز تاخد كونتسبتيف بيلز او بعد ديليفرد او بعد عامله اوبريشن ها، او ايفن حتى واحده يعني ست بيت قاعده لسه شايف حاله بالمنظر ده، واحده يعني ست بيت طبيعيه خالص ما عندهاش اي حاجه غير ان هي دايبيتك بس، وحتى ما كانتش نايمه في السرير ولا حاجه، قاعده في البيت بقى لها فتره بس ما بتتحركش ومبطله الاسبرين، كانت في انترميديت ريسك دي بالموني امبوليزم. فمش شرط البلوريتيك تشيست بين ده يا جماعه، يعني انت دايما المشكله ان احنا دايما بنفكر ان هو اكسكلود كورونا ديزيز وخلاص، لازم نفكر برضو اذا كان البلوريتيك تشيست بين ده يعني اندرلاينج لي حاجه ثانيه ولا لا، من ضمنها ايه؟ البالموني امبوليزم، الكاف، السابسترنال تشيست بين. وهنا بقى هنا هيخش في ايه؟ في الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الكورونا ديزيز. 15% من العيانين اللي بيجيلهم بالموني امبوليزم بيبرزنت بتيبيكال انجاين، لان الرايت فنتيكولار اسكيميا في اتسلف ما هي دي انجاين. فيفر، هيموبسيس، سينكوب زي ما قلنا في 6%، يونيلاترال ليك بين، ممكن عيان جاي لك بالونيلاترال ليك بين والبالموني امبوليزم عنده سايلنت، عنده دي في تي بس وعنده ايفن بالموني امبوليزم بس سايلنت. يعني انا شفت عيان كده جاله في المصيف، ركب برضو شاب يعني وبيركب اللي هو العجل والكلام ده، وقع رجليه التانت، فهو جاي كل قصة ايه ان هو رجليه ورمة، ابص عليه بالايكو بالموني امبوليزم. signs of DVT unilateral extremity swelling. طيب احنا دلوقتي يعني بناء على البرزنتيشن بتاع العيان ابتدينا نشك ان هو يكون ايه بالموني امبوليزم، ما نقدرش نكونفيرم الا بأوبجكتيف تيستينج. ايه هما بقى؟ نبتدي بالحاجات السيمبل، ناخد من العيان ده بلات سامبل، كلكم طبعا عارفين الدي دايمر فيري امبورتنت في الدايجنوزس هنا،
الدي دايمر ده عباره عن ايه؟ فايبرين ديجريديشن برودكت، بيبقى ايفالويتد بالاليزا و it is very او highly sensitive. السنسيفتي بتاعته اكتر من 95%، بس ما هوش سبيسيفيك. ليه؟ لان ممكن يعلف في حالات زي كانسر، سيبسيس، انفلاميشن، ثرومبوزس، بريجننسي، elderly، hospitalized patient. فمشكلته ان هو نون سبيسيفيك، وبالتالي انا لو لقيت التست بتاعي الريزلت بتاعته نيجاتيف والبرزنتيشن بتاعت العيان unlikely بناء على السكورز اللي احنا اتكلمنا فيها في اللي فاتت دي، هيت هنا يعني mostly هنا هتبقى العيان ده ما عندوش pulmonary embolism، وكان يعني ايه ديشارج العيان او اطمن عليه ماشي. لكن لو في هاي بروبابيلتي بقى ان العيان ده عنده بالموني امبوليزم او بالموني امبوليزم موست لايكلي زي ما في السكورز اللي اتكلمنا فيها في التيبلز اللي فاتت، لا والريزلت طالع نيجاتيف، لا ما اعتمدش عليه. هنا ما اقدرش اقول ان دي دايمر هنا فاليد، وفي الحالات اللي زي دي لازم ابروسيد للموست يعني كونفيرماتوري انفستيجيشن زي السي تي انجيوغرافي اللي هنتكلم عليه. فنيجاتيف دي دايمر كان ميس اب تو 15% اوف بيشنت ان ذيس جروب اللي هم الهاي بروبابيلتي، وطبعا 15% في عيان هاي ريسك دي نسبة كبيرة قوي. الحاجة التانية السيمبل اللي قدامنا كده كده عين جالك تشيست بين او ديس، ممكن تعمله اي سي جي. الاي سي جي اكتر حاجة هتشوفها في الاي سي جي في عين بالموني امبوليزم هي ساينس تاكيكارديا. في طبعا يعني حاجات تانية نون سبيسيفيك اي سي تي تكمنت تشينجز، دي يعني ممكن تخليك تعمل طبعا تخش في ديفينيشن دياجنوز في الكورونا ارتي ديزيز. وفي حاجه مشهوره قوي بس يعني سبيسيفيك للبالموني امبوليزم اللي هي الاس 1 كيو تي كيو 3 تي 3، اعتقد ان معظمكم يكون عارفها، اللي هي وجود اس 1 في ليد، وجود سوري اس ويف في ليد 1، وجود كيو 3 في ليد كيو في باثولوجيكال كيو يعني في ليد 3، وتي ويف انفيجن في ليد 3 اللي هما بنسميها اس 1 كيو 3 تي 3. دي موجوده في 10% بس ما هياش يعني طبعا حاجه ريلايبل في الدياجنوس. الاذر تشينجز ممكن تبقى في عندك اتر اريزميا نتيجه وجود طبعا الارفنتريكل فنتريكل بريشر لود، ده بيؤدي بعد كده رايت اتريوم برضو انكريس فلات اتر بريشر، وده ممكن يعمل اتر اريزميا. الرايت باندل برانش بلوك من الحاجات الكومن برضو، انفير كيو ويف وبريكوردال تي ويف انفيرجن واستجمنتد تشينجز، ودول وجودهم لما بيكون في segment depression associated with a poor prognosis. دي معناها ان في strain على right ventricle gamut. طيب الحاجة التانية عين جاي لك بديسنيا. ديسنيا دي ممكن حاجات تانية تبع chest. ممكن تبقى pneumothorax، ممكن تبقى exacerbation of acute bronchitis pneumonia، حاجات كتير قوي تبع chest، فلازم تعمل chest x-ray. في البالموني امبوليزم يعني الشيست اكس ري برضو نون سبيسيفيك، ما نقدرش نعتمد عليها، هي يوجوالي ابنورمال بس هي نون سبيسيفيك. وايه اللي ممكن تشينجز ممكن تشوفها في البالموني امبوليزم؟ كارديوميجري في حوالي 27% منهم، نورمال كومبليتلي نورمال في 25% وربعهم يعني. سام تايمز ممكن نشوف فيها بلور افيوجن، اليفيتد هيمودايافراجم نتيجه كولابس، بالموني ارتري انلارجمنت واتليكتسيس و بارينكيما البالموني انفلتريت. طيب كلكم طبعا من ايام البكالوريوس عارفين ان البالموني امبوليزم هايبوكسيا هايبوكابنيا. طب هل ده نقدر نعتمد عليه؟ 40% من العيانين البالموني امبوليزم يبقى عندهم نورمال ارتيري اوكسجين ساتوريشن يعني اب تو نصهم، وبالتالي يعني عدم وجود هايبوكسيميا داز نوت اكسكلود ايه البالموني امبوليزم. بس التيبيكال بتوع البالموني امبوليزم ان هم بيبقوا هايبوكسيك هايبوكابنيا. ليه هايبوكابنيك؟ عشان هايبر فنتريشن. في اذر انفستيجيشنز احنا ماسكين كده بس يعني من 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 القليل للاكبر، اللي هي الفنتريشن بيرفيوجن لانج سكينز. دي طبعا بتتعمل بالتكنيشن زي بالظبط التكنيشن سيستميبي زي الكارديك سكان، بس هنا بتعمل سايكل فنتيليشن وسايكل برفيوجن. هي بنعتمد لما هنيجي نتكلم اكتر بعد كده الفنتيليشن برفيوجن سكان بيفيد اكتر في البريجننس، في البريجننسي لان هو سيف
يعني لو عيانة بريجننت واحنا سسبكتنج ان هي عندها بلماني امبوليزم يبقى ده يعني الموست بروبابل تيست ان احنا نقدر انفستيجيت بيه لانه سيف. انما في وجود السي تي انجيوجرافي خلى ان معظم الحاجات بتتبسط على طول بالسي تي انجيوجرافي دلوقتي. ميزه الفنتريشن بريفيوجنز كان في ايه؟ ان هو عنده هاي نيجاتيف بريدكتيف فاليو توصل ل 97%، وبالتالي لو طلع العيان نورمال انا هنا هطمن ماشي. ولكن هو دياجنوستيك اونلي في 30 ل 50% بس من العيانين. ليه؟ دي ممكن عيان بقى ايه عنده سي او دي، عنده اي تشيست ديزيز، هنا هيبقى يحصل يعني فالسيس في الدياجنوزس. طيب السي تي انجيوغرافي طبعا هو ده اشهر حاجه دلوقتي واكتر حاجه بتتطلب في سسبشن اوف بلماني امبوليزم، بس يكون في السنتر طبعا، يكون في الفاسيلتي دي. السي تي انجيوغرافي السنسيفتي بتاعته تقريبا حوالي 95%، وطبعا اي تيست محتاج ويل اكسبيرينسد اوبزرفر. كمان السي تي بيفيدنا مش بس في الدياجنوزس، بيفيدنا ان احنا لو هنشخص الترنتيف بلماني ابنورماليتي، يعني ممكن في حاجه تانية احنا هنشخصها بالسي تي. 67% من العيانين اللي هم ما عندهمش بلماني امبوليزم واحنا عملنا لهم سي تي، السي تي بي بروفايد اديشنال انفورميشن فور الترنتيف دياجنوز زي ما قلنا. طيب ايه جولد ستاندرد بقى في البلموني امبوليزم؟ كل طبعا زي ما في الكورونا ارت ديزيز كده جولد ستاندرد كورونا انجيوغرافي، هنا برضو البلموني انجيوغرافي از جولد ستاندرد في ال دياجنوزز اوف بلموني امبوليزم. وطبعا جولد ستاندرد معناها انه لو نيجاتيف خلاص ده اكسكلوجن كومبليتلي لوجود بلموني امبوليزم. هنتكلم احنا في ايتم هنتكلم اسمه في الاخر، هنتكلم عن بريجنسي نعمل ايه في البريجنسي. طبعا وجود البلماني انجيوغرافي، مين قال طبعا ده؟ مين قال طبعا؟ مين قال البلماني انجيوغرافي طبعا سيف في البريجنسي؟ مش سيف. هو كل دول ريديشن اكسبوجر، الريديشن اكسبوجر ده في جدول كده هوريه لكم، كل واحد من دول بتتعرض البريجننت لقد ايه، وانت بتعمل بعد كده في الاخر بين ريسك فيرسس بينفيت. ما انت في الاخر لو في هاي سبيسبيلتي ان العينه دي هاي ريسك، لا انت ممكن تبروسيد للحاجات دي لو هي هاي ريسك، لانك انت هتنقل لايف سيفنج في الحاله دي ماشي. لكن اليوجوال في البلموني في البريجننت ان احنا نخش على الفنتشن بيفوشن سكيل. الريسك اوف امبوليزيشن في البيشنت اللي هم بنعمل لهم بلمونري انجيوغرافي از اكستريملي لو، لان كان في قبل كده اعتقاد ان بلمونري انجيوغرافي ده فيري طبعا يعني كاري هاي مورتاليتي في العيانين دول، لا هو الريسك فيري لو. بس طبعا دلوقتي نتيجه وجود السي تي انجيوغرافي فبقى يعني ان احنا نبروسيد لبلمونري انجيوغرافي ده فيري رير خلاص، نتيجه ان نون انفيزيف يعني نيتشر بتاع سي تي انجيوغرافي، وان هو تقريبا الاكيرسي بتاعته قريبه جدا من الانجيوغرافي، وصل ل 95% زي ما قلنا، وبالتالي فبقينا كتير من الاحيان ما بتحتاجش طبعا ايه البلمون انجيوغرافي. امال امتى نستخدمه بقى البلمون انجيوغرافي ده؟ لو انا عيان مثلا داخل بعمل له اصلا انا سبكت سبستيرنال جاي بتيبيكال انجينا وعملت كروني انجيوغرافي لقيته نورمال، طب ما اعمل له بقى بلمون انجيوغرافي في نفس الوقت ماشي؟ ده هيبقى هنا مفيد. او ان انا داخل اعمل تريتمنت، انا دلوقتي خلاص يعني في مثلا عنده كونتر ديكيشن ان انا اعمل له ثرومبوليتيك ثيرابي بعد ما هنشوف بعد كده في المانجمنت بتاع البلمونري امبوليزم، وانا اخر داخل اعمل ايه بيركوتينيوس تريتمنت، ففي الحاله دي لازم اعمل بلمونري انجيوغرافي قبلها طبعا، اللي هو انفيزيف مانجمنت بقى للبلمونري امبوليزم هنتكلم عليها برده تاني. طيب الرول ايه بقى بتاعت الماجنتيك ريزونانس انجيوغرافي الام ار اي؟ هل ليه رول؟ ضعيف في الحالات في البلموني امبوليزم، لانه ليه لو سنسيتيفيتي خلاص، وفي هاي بروبورشن اوف انكونكلوزيف ام ار اي سكين، وبالتالي الرول بتاعه هنا في البلموني امبوليزم ضعيف. طيب الايكوكارديوجرافي ده لازم نتكلم عليه باستفاضه شويه.
ليه بقى؟ الايكوكارديوجرافي كلنا عارفين ان هو دلوقتي بقى بارت اوف كلينيكال اكزامينشن، يعني ده كومبلمنتري، مش حاجه يعني دلوقتي بقاش بتتعمل ان هو يعني انت بتطلب حاجه اوفر، لا ده كومبلمنتري للاكزامينشن بتاعك. وطبعا ايزلي افيلبل، ممكن تجيب بيت سايت للعيان في الطوارئ في اي حته. طيب كلكم طبعا اكيد عارفين ان اول حاجه بندور عليها في الايكوجرافي ايه؟ هو رايت فنتريكولار ديليتيشن. بس الرايت فنتريكولار ديليتيشن ده فاوند في 25% بس من العيانين عندهم برمانيا امبوليزم، ماشي؟ طيب ايه الايكوجرافي فايندنج اللي هو لما بنشوفها يعني ده بتقول لنا ان العيان ده برضو هاي ريسك برمانيا امبوليزم. Right ventricular dilatation, increase في الـ RV-LV diameter ratio, hypokinesia في الـ right ventricular free wall, increased velocity of the jet of tricuspid regurgitation, يعني عنده pulmonary artificial عالي, decreased tricuspid annular spleen systolic excursion أو combination. طيب لو احنا عملنا الـ echocardiography ده ولقيناه negative، هل كده خلاص؟ لا، cannot exclude pulmonary embolism. مش معنى ان هو لان احنا قلنا 25% من العينين بس. طيب فإذا وجود نيجاتيف ريزلت كان نوت اكسكلود بالموني امبوليزم. اون ذا اذر هاند كمان وجود برضو تشينجز مش معناها انها بالموني امبوليزم، لان هو في نفس الوقت ممكن يبقى عنده حاجه ثانيه تعمله، يعني وجود ساينز اوف ار اوفرلود او ديس فانكشن ممكن تبقى موجوده ان ابسنس اوف بالموني امبوليزم نتيجه كونكوميتنت كارديك او ريسبيرتوري ديزيز، عيان عنده اوريدي بالموني هيبرتيشن سي او دي مثلا، او عيان عنده دايليت كارديوميوباسي او وات ايفر، حاجات كتير ممكن تعمل ايه تشينج السيمل. طيب ان سسبكتد هاي ريسك بالموني امبوليزم ذا ابسنس اوف ايكوكارديوجرافيك ساينز اوف ار في اوفرلود او ديس فانكشن بارتيكولارلي اكسكلود بالموني امبوليزم. ده في الهاي ريسك، يعني عندي دلوقتي جاي لي هاي ريسك بالموني امبوليزم وداخل في هايبوتنشن، انا هنا متوقع ان لازم يبقى فيه ايكوجرافيك ساينز اوف برايت فنتريكولار اوفرلود، لان اللي هيحصل له ليه ده؟ ما هو احنا خدنا الهيمودايناميك سيكوال بتاعت البرمين امبوليزم، ان اهم حاجه فيها ان يحصل رايت فنتريكولار اوفرلود، هو ده اللي بيؤدي الى الكارديوجينيك شوك في الاخر. فاذا احنا لقينا في عيان هاي ريسك وعنده هايبوتنشن وشوك، واحنا لقينا ما فيش ساينز اوف رايت فنتريكولار اوفرلود، هنا في الحاله دي انا ممكن اكسكلود البالمونري امبوليزم ان هي تكون الكوز بتاعت الهيموديناميك انستابيليتي. ممكن تكون عنده البالمونري امبوليزم بس مش هي اللي عامله الهيموديناميك انستابيليتي، ما هياش هاي ريسك يعني. ان ذا ليتر كيس ايكوكارديوجرافي مي بي اوف فيرذر هيلب، في الحالات اللي زي دي بقى في الدياجنوزس بالكوز اوف شوك ممكن تبقى حاجه ثانيه عامله له زي بيريكارديال تامبونات، اكيوت فالفر ديسفانكشن، سيفير جلوبال اوريجينال ال في ديسفانكشن، اورتيك ديسكشن اور هايبوفوليمي. Conversely بقى في العينين اللي هم hemodynamic compromised patient with suspected pulmonary embolism, unequivocal signs of right ventricular pressure overload dysfunction justify emergency reperfusion treatment if for pulmonary embolism if immediate CT angiography is not feasible. يعني العينين اللي انت بقى داخلين high risk عندهم hypotension وشوك ولقيت عندهم signs of RV ventricular pressure overload او dysfunction، هنا انت ممكن من غير حتى ما تعملوا سي انجيوغرافي تبروسيد على طول تدي ان هو ايه تديله ثرومبوليتيك سيرم. كمان الايكو مفيد في دياجنوز اوف موبايل رايت هارت ثرومباي، ممكن تشوف السورس بتاع البالموني امبوليزم سواء بالترانسوراسيك او ترانسفيريال ايكو. طبعا ترانسفيريال ايكو ادق في ايه وجود في الديتكشن اوف ثرومباي، وده بيبان في 4% في من العيانين اللي عندهم بالمين امبوليزم. في نقطه بقى مهمه، اجي عيان مثلا انا بقى يعني شاكك في بالموني امبوليزم والاقي مثلا رايت فنتريكولار سيستوليك بريشر بتاعه 90، مش بالموني امبوليزم دي، البالموني اكيوت بالموني امبوليزم ما بتعليش البالموني ارتري بريشر بسرعه كده لقيم عاليه، فوجود هاي يعني رايت سيستوليك رايت فنتريكولار سيستوليك بريشر بصوره عاليه زياده، دي اجينست مش ويز دايجنوز بالموني امبوليزم. خلاص نقراها بقى، increased RV wall thickness or tricuspid valve insufficiency, jet velocity beyond the values compatible with acute RV pressure overload. في الحالات اللي زي دي لا
هنفكر بقى في حاجه زي كرونيك بالموناري هايبرتنشن اللي هو كرونيك ثرومبو امبوليك بالموناري هايبرتنشن يعني، او حاجه تانية من اللي بتعمل تعلي بقى ايديوباثيك بالموناري هايبرتنشن، اسباب تانية تعمل ايه السبب ده. طيب ايه الرول بقى بتاع الدوبلكس او الكومبريشن فينوس التراسونوجرافي في الدياجنوزس اللي هو بتاع عشان تديكتيفيتي السورس؟ هو معظم اللي احنا البلموني امبريزم جايه من بلفيك بلفيك او لور لمب ثرومبوزس خلاص. طيب في الماجوريتي في كيسز بالموني امبوليزم اوريجينيت زي ما قلنا من دي في تي في اللور لمب. طيب الكومبريشن فينس، وهنسالكم ليه احنا مسمينه كومبريشن دلوقتي فينس التراسونوجرافي، السنسيفتي بتاعته اكتر من 90% والسبيسيفيتي ابروكسيمتلي 95% فور سيمتوماتيك دي في تي، لان عندهم سيم يعني عنده ساينس وكلينيكال سيمتومز اند ساينس اوف دي في تي، هنا السنسيفتي بتاعته والسبيسيفيتي بتاعته تبقى عاليه. It shows DVT في 30-50% من العيين عندهم بالموني امبوليزم. يعني ايه؟ يعني معناه ان انا لو ما شفتش عملت الكومبريشن فينوس التراسونوجرافي ده وما لقيتش DVT مش معناه انه ما عندوش بالموني امبوليزم، لان كتير من الحالات ممكن تبقى ميزد في الدياجنوز كده ما انا اعتمدش عليه، ما هواش من الحاجات البريورتي في الدياجنوز ماشي. والفاينل بس اذا البروكسيمال دي في تي انيبيشن هو سسبكتد هافينج suspected of having pulmonary embolism is considered sufficient to warrant anticoagulation treatment without further testing. لكن لو لقيت فاينل خلاص هنا انا يعني طبعا ده موست ديجنوز، يعني وجوده هيكون فيرم ديجنوز، لكن absence of وجود دي في تي مش معناه ان مفيش pulmonary embolism. ممكن قوي في 50% على الاقل من الحالات ما بقاش الانفستيجيشن ما وضحتليش السورس بتاعت الدي في تي، مش هو مفيش مش باينه. The only validated diagnostic criteria of DVT is incomplete compressibility. عشان كده احنا مسمينه compression venous ultrasonography. هو الدياجنوزس بيعتمد هنا في السونار على ان الفين ما بيبقاش completely compressed. انما احنا مش بنعتمد في الدياجنوزس على الفلو ميجرمنت اللي هي الدوبلكس. لا. اساسا على incomplete compressibility. لان الفلو ميجرمنت is early arrival. The diagnostic yield of compression ultrasonography in suspected pulmonary embolism may be increased further by performing complete ultrasonography which included distal veins. طبعا يعني مهم انك تبتدي من proximal to distal. The probability of a positive proximal compression ultrasonography in suspected pulmonary embolism is higher in patient with signs and symptoms related to leg veins than in asymptomatic patient. وجود symptoms بتدي higher probability عن عدم وجود symptoms. طيب الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه دي برضو اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي عاملين جدول ظريف جدا يعني عشان ايه بسرعه كده نعرف التست اللي احنا خدنا الريزلت منه سواء بوزيتيف او نيجاتيف هيدينا كلينيكال probability لازم likely ولا unlikely بيزد على ايه؟ بيزد على حاجتين، بيزد على الجداول اللي اتكلمنا عليها في الاول اللي احنا حملنا سكورز منها اذا كانت البرمونيزم هنا كلينيكال بروبابيلتي بتاعته لو ولا انترميديت ولا هاي ولا او اذا كانت انلايكلي ولا لايكلي ماشي؟ اللي هم فوق دول خلوا بالك بصوا معايا ركزوا في الجداول هنا دول لوحدهم يا لو يا انترميديت يا هاي هنا بتتعاد تاني لايكلي انلايكلي او لايكلي دي تقسيمه ودي تقسيمه ماشي؟ طيب وهنا عشان اكسكلود بالموني امبوليزم بناء على التيست اللي طالع وهنتكلم على اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه اللي هم دي دايمر السي تي انجيوغرافي الفنتليشن بيرفيوجن لانج سكان خلاص ونشوف هل هم الريزلت بتاعتهم مع البروبابيلتي هتدينا ايه لو اخضر زي شرط المرور زي شرط المرور بالظبط كده الخضرة فاليد خلاص جو يبقى ده التيست هنا مظبوط الاصفر بين البنين الاحمر لا ما تعتمدش عليه خالص ماشي طيب نشوف كده مثلا الدي دايمر لو طلع دي دايمر نيجاتيف فعيان عنده لو بروبابيلتي خلاص انا كده مطمن انا هعتمد على نتيجه التيست ده
في الدياجنوز بتاعي يبقى ايه؟ هو نيجاتيف مع لو بروبابيلتي او بالمونري امبوليزم انلايكلي، خلاص هنا فاليد اعتمد عليه. يعني ممكن قوي بالدي دايمر اروح العين. طيب لكن لو انا بقى ايه لقيت التست ده نيجاتيف مثلا دي دايمر والعين ده عنده هاي بروبابيلتي، شوف الدور الاحمر نيجاتيف، لا نوت فاليد، ما ينفعش اعتمد عليه، حرمي الريزلت بتاعته وابتدي اخش في دياجنوزس تاني، في انفستيجيشن تاني. ماشي. طيب السي تي انجيوغرافي لو نورمال، طبعا لو نورمال في عيان لو او انترميديت بروبابيلتي اكيد انا اعتمد عليه، لكن لو نورمال ايفن في عيان هاي بروبابيلتي لا، برضو هنا في كونتروفيرسي، ممكن في حاجه تانية، لان احنا قلنا السنسيفيتي بتاعته كام؟ 95% ماهيش 100%. طيب الفنتريشن بروفيجن لانج سكان، بصوا بقى الفنتريشن لانج سكان ميزته ايه بقى؟ ان هو لو نورمال في اي عيان فاليد، انه عنده هاي نيجاتيف بروتكتيف فاليو، فلو نورمال السي تي الفنتريشن بروفيجن لانج سكان في اي عيان انا يعني حاطط له بروبابيلتي وكمبليتلي نورمال وانا متاكد، خلاص اوكي انا هعتمد عليه. طيب الالجوريزم ده برضو ظريف جدا، سيمبل الجوريزم كده للهاي ريسك بالمونري امبوليزم. ايه تعريف الهاي ريسك بالمونري امبوليزم؟ اللي هم العيان اللي انا سسبكتنج عنده بالمونري امبوليزم وعنده شوك او هاي بوتنشال بريزنت في الامرجنسي ديبارتمنت بشوك وانا الكلينيكال بيكتشر بتاعته سسبكتد ان هو عنده بالمونري امبوليزم. لو العيان ده احنا قلنا دي دايمر بتاعه حتى لو طلع نيجاتيف مش هعتمد عليه، فمش هستنى الريزلت بتاعت الدي دايمر لسه، اطلب المعمل وفي معامل بتتاخر وبتاع، فمش هستنى ده على طول، عيان عنده شوك وانا سبكت برمي بيز ما استناش الريزلت دي دايمر على طول، ابروسيد تو ايه سي تي انجيوغرافي اذا كان طبعا افيلبل. طب اذا مش افيلبل للسي تي هعمل له ايكو، يبقى هختار حاجه من اثنين، يا سي تي يا ايكو، مفيش الاثنين يبقى خلاص بقى انت مش هتشخص حاجه. ماشي. طيب لو السي تي انجيوغرافي ده افيلبل حاجه من اثنين، يا اما هيديني بوزيتيف ريزلت خلاص هنا وعيان عنده شوك انا هبتدي على طول ايه الايرلي تريتمنت بتاع البالمونري امبوليزم اللي هو برايمر ريبرفيوجن لو كان مفيش كونتر انديكيشن. طب اف ده نيجاتيف هنا هدور على اسباب ثانيه تعمل الشوك والهايبوتنشن دي هيت واكمل الانفستيجيشن بتاعي بس في قصه في سيناريو تاني. طيب لو ما عندوش لما ما فيش فيزيبيليتي للسي تي انجيوغرافي خلاص هعتمد على الايكو، زي ما احنا عارفين الايكو مش في كل الاحيان بيبين ايه الرايت فنتريكولار اوفرلود. طيب لو في ايكو وانا يعني عندي السي تي انجيوغرافي اقدر اعمله برضو هبروسيد للسي تي انجيوغرافي عشان اتاكد. ماشي. عشان ادي ريبرفيوجن ولا لا، لان قرار ان انا ادي ثرومبوليتيك ثيرابي في عيان برضو ده في حد ذاته قرار مش سهل، ثرومبوليتيك ثيرابي ليه مشاكله. فلو في عندي امكانيه ان اتاكد بالسي تي انجيوغرافي هعمله وبعدين اتاكد اذا كان بوزيتيف خلاص هجوه على طول. طب افرض ما عنديش والعيان انستيبل والسيمتوم بتاعته بروجريسيف، الشوك عمال يزيد، هايبوتنشن عمال يزيد، لا مش هستنى وانا عندي ساينز اوف ارفنتيكال بريشر اوفرلود خلاص هجوه برضه في ريبرفيوجن ايفن بالايكو. اذا الايكو بياني نيجاتيف ريزلت هنا في الحاله دي برضه يعني ممكن يبقى عنده بيرمونيو امبوليزم بس مش هي السبب في ايه الهيمودايناميك انستابيليتي بتاع العيان. الايكو ممكن يبقى سبب ليها ممكن لا، ممكن احتاج انفستيجيشن ستادي. طيب العيان بقى اللي جاي لي بس ما عندوش شوك ولا هايبوتنشن، ده الجوريزم تاني دي عندنا برضو انا سسبكت بالمونري امبوليزم بس ايه ما عندوش شوك او هايبوتنشن. انتوا صاحيين معايا ولا فقدتوا التركيز؟ ها؟ هو على فكره اللي احنا هتلاقي الحاجات دي بتعيد بعضها، يعني انا لو حد ما ركزش في تيبل من اللي فاتوا وركز هنا هيقدر يرجع معايا لان حاجات كتير بتتعاد. ااا
عيان احنا قلنا ما عندوش شوك او هاي بوتنشن، هنا انا لازم اعمل له الكلينيكال بروبابيليتي اللي احنا اتكلمنا عليها في التست اللي فات، اشوف هاي بالموناري ريزم لايكلي ولا ان لايكلي. هيطلع ايه حاجه من اتنين، يطلع هاي كلينيكال بروبابيليتي او اللي هو بالموناري ريزم لايكلي. في الحاله دي انا برضو لازم اجو على طول ستريت فورورد للسي تي انجيوغرافي، وعلى حسب السي تي انجيوغرافي هبتدي اعمل تريتمنت ولا لا. طيب لو هو بقى بالكلينيكال بروبابيليتي لو هنا دي دايما هيبقى زي ما قلنا دي هاي فاليو، في الحاله دي طلع نيجاتيف خلاص العيان ده هروح. طب طلع بوزيتيف لا بقى هعمل له برده سي تي انجيوغرافي او ايكو على حسب الافيلبل، وابتدي التريتمنت على حسب اللي انا فاني اللي انا هلاقيه. طيب نعمل ستيتمنت بقى بناء على الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه دوت. الاوروبيان سوسايتي جايد لاينز قالت ايه؟ الريكومنديشن بقى عيان سسبكتد بالموناري امبوليزم وش ويز شوك اور هايبوتنشن كلاس 1 انديكيشن، ان انا في العينين دول ان انا ان سسبكتد هاي ريسك بالموناري امبوليزم از انديكيتد باي ذا بريسنس اوف شوك اور هايبوتنشن emergency CT angiography or bedside transthoracic echocardiography depending طبعا على availability بتاعت وجود ال investigation دي او ال clinical circumstances is recommended for diagnostic procedure. خلاص ده class 1 indication. طيب الحاجات بقى اللي هي class 2B اللي هي يعني may recommend مش should recommend in patient with suspected high risk pulmonary embolism and signs of RV dysfunction who are too unstable to undergo confirmatory CT angiography bedside search for venous and or pulmonary artery thrombi by compression ultrasonography or transvial echo may be considered for further support diagnosis of pulmonary embolism if immediately available. والبلمونري انجيوغرافي may be considered in unstable patient admitted to directly to cath lab in case of coronary angiography has excluded the acute coronary syndrome and pulmonary embolism emerge as a probable diagnostic alternative. زي ما قلت لكم من شويه عيان انا مثلا داخل يعمل قسطره لان هو احنا سسبكت ان هو عنده acute coronary syndrome وطلع نورمال، وانا سسبكت ان في alternative diagnosis ان هو pulmonary embolism، ساعتها ممكن اعمل له pulmonary angiography. pulmonary angiography ده وده class 2B indication. طب العينين التيبل الثاني بقى العينين هم اللي فات ده كان العينين عندهم ايه شوك وهايبوتنشن، التيبل ده للعين اللي هو ما عندوش شوك ولا هايبوتنشن. طيب هنا الجداول اللي انا وريتها لكم من شويه دي مهمه، ودي محطوطه كلاس 1 انها تتحط تتحسب، يعني مش حاجات فاليوز اوف فاليديتد كرايتيريا فور دايجنوستيك بالمونري از ريكومندد. هنا ده كلاس 1 انديكيشن، ان انا احط الجدول ده واعمل له سكور واشوفه بالمونيزم لايكلي ولا ان لايكلي، ده مهم للدياجنوست. الكلينيكال ايفالويشن بقى اتس ريكومندد ذات ذا دياجنوستيك استراتيجي تو بي بيزد اون كلينيكال بروبابيلتي اسيست ايزر بالكلينيكال جادجمنت اور فاليديتد ايه بريدكشن رول. طيب الدي دايمر اخباره ايه؟ نعيد نفس الكلام اللي لو حد كان ما ركزش معانا، اهو الاستيتمنت دي بتؤكد الكلام اللي كنا بنتكلم فيه من شويه. بلازما دي دايمر ميجرمنت از ريكومندد ان اوت بيشنت او ايمرجنسي ديبارتمنت بيشنت ويز لو اور انتميت كلينيكال بروبابيلتي، او اللي هم البرمونيال امبوليزم بتاعهم ان لايكلي، هو ده الريكومنديشن بتاعه. تو ريديوس النيد فور ان نسيسري ايمجنج اند ايراديشن. هنا بريجننت مش محتاجه بقى يعني نيجاتيف، طلع دي دايمر بتاعها نيجاتيف خلاص مش عاملها اي حاجه تاني. طبعا يفضل ان احنا نستخدم الهاي سنسيتيف اسي، ان في كذا نوع من الاسيمنت طبعا احسن حاجه طبعا هتبقى تدينا افضل ريزلت. طيب العيان اللي هو لو كلينيكال بروبابيلتي او برضه بالموناري امبوليزم ان لايكلي، نورمال دي دايمر ليفل يوزنج ايزر هاي او مودريت سنسيتيف اسي اكسكلود بالموناري امبوليزم. طيب بص بقى كلاس 3 اللي هو انت مش مهم يعني ما ينفعش تعتمد عليه، الدي دايمر It is not recommended in patients with high clinical probability. انا عندي high clinical probability ما ينفعش استخدم في الدي دايمر اساسا. ملوش لازمه، لانه لو طلع نيجاتيف مش هيفرق معايا في حاجه. طيب اخبار السي تي انجيوغرافي ايه بقى في الجايد لاينز؟ نورمال سي تي ده كلاس 1 اللي هو اكيد.
normal CT and geography safely exclude pulmonary embolism in patient with low or intermediate clinical probability أو pulmonary unlikely عيان يعني عنده low clinical probability أو pulmonary embolism unlikely إذا even الدي دايمر بنعتمد عليه مش هنعتمد على CT فطبعا لو normal CT في العينين دول خلاص أن exclude pulmonary embolism. طب العينين اللي هم عندهم high clinical probability لا normal CT may safely exclude يعني أنا هنا في احتماليات بسيطة لأسباب تانية أن أنا أكون missed diagnosis ده class 2A. طيب CT angiography showing a segmental or more proximal thrombus confirm pulmonary embolism طبعا لو positive result لل CT angiography خلاص ده class 1 indication أنا أعتمد عليه في الدياجنوز والتريتمنت. Further testing to confirm pulmonary embolism may be considered in case of isolated subsegmental clot اللي هي لو انا شفت حاجات بقى في الـ CT angiography صغيرة subsegmental clot وعيان يعني clinical picture بتاعته مش ماشية قوي ان معاها فممكن هنا برضو اعتمد على further testing في الحالات زي pulmonary angiography اول. طب الفنتيليشن بيرفيوجن بقى لانج سكان نورمال بيرفيوجن لانج سكان زي ما قلنا اكسكلود بالمونيا امبوليزم ووريتكم التابل اللي من شويه كان كله اخطر. طب الهايبربابيليتي سكان هل تكونفيرم بالمونيا امبوليزم؟ لا مش زي سي تي انجيوغرافي بقى يعني هو نيجاتيف بتاعه مظبوط لكن لو طلع بوزيتيف بهايبربابيليتي حتى مش كلاس 1 ان انا اتاكد ان هو ايه عنده فعلا بالمونيا امبوليزم لانه في هنا السبيسيفيسيتي بتاعته واطيه شويه ان ممكن يبقى عنده تشيست ديزيز زي ما قلنا عنده مشاكل تانية تؤدي الى ان هو تحصل فالسس في الاسسمنت زي بالظبط عندنا الميوكارديال بيرفيوجن سكان هو انتوا العيان لما بيطلع عنده بوزيتيف مايوكارديال بيرفيوجن سكان في اللي هو التكنيشيم او الساليم واجي اعمل له كورونري انجيوجرافي مش نسبه كتير قوي من العيانين بيطلعوا نورمال نفس الكلام هنا برده في فالسس عاليه شويه. طب اخبار بقى اللي هو اللمب كومبريشن ارثروغرافي ايه كلاس 1 في ايه بقى امتى اعتمد عليه قوي لو لقيت بروكسيمال دي في تي في عيان عنده كلينيكال سسبشن اوف بالمونري امبوليزم هنا اكونفيرم البالمونري دياجنوز بالمونري امبوليزم عشان ما وجعلكوش دماغكم قوي في يعني خلينا في كلاس 1 هنا. طب البالمونري انجيوغرافي اخباره ايه may be considered in case of discrepancy between clinical evaluation and the result of non-invasive imaging. كل بقى لو انا بقى خلاص انا محتار بين الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن اللي انا عملتها دي كلها ممكن هنا احتاج البالمونري انجيوجرافي بس برضو ما هواش كلاس 1 انديكيشن. الام ار اي زي ما قلنا مالوش رول خالص يعني ما بنعتمدش عليه لحد دلوقتي في الدياجنوز. ده نفس الجدول اللي انا وريته لكم من شويه ده اعاده ليه هو نفس الجدول. طيب هسمرايز كده الدياجنوزس بسرعه قبل ما نخش للستيب اللي بعدها ده سامري للكلام اللي احنا قلناه قبل كده عشان اللي ايه ما نركزش في حاجه. لا بص مش يعني خلينا الاسئله بقى في الاخر لان احنا لو يعني عشان بس ما نعملش مس انتربريتيشن كده خلينا في الاخر ماشي شوفي انت اكتبيها في ورقه وبعد كده في الاخر اساليني ماشي. الكلينيكال بروبابيليتي از ذا بيزس اوف اول دياجنوستيك ستراتيجيز فور سسبكتد بالمونري امبوليزم اند شود سيستماتيكلي بي اسيست ايذر باي كلينيكال جادجمنت اور باي افاليديتد بريدكشن رول. البلازما دي دايمر ميجرمنت preferably using a highly sensitive assay is recommended in outpatients and in the emergency department to reduce the need for unnecessary imaging or radiation. A normal computed CT angiography safely excludes pulmonary embolism in patient with low or intermediate clinical probability أو pulmonary embolism unlikely while CT angiography showing a segmental or more proximal thrombus confirm pulmonary embolism. الفقره اللي جايه دي ممكن تجاوبك على السؤال اللي انت بتساليه انا ما اعرفش السؤال اللي انت بتساليه ايه بس يعني ركزي في اللي انا بقول. A normal perfusion lung scan exclude pulmonary embolism and a high probability ventilation perfusion scan confirm pulmonary embolism in case of an undiagnostic
ventilation perfusion lung scan. In case of a non-diagnostic ventilation perfusion lung scan, pulmonary may be excluded if proximal compression venous ultrasonography is negative. يعني أنا في الحالة دي هعتمد على investigation تانية تساعد. And the clinical probability is low or pulmonary embolism unlikely. طيب بعد ما احنا يعني وصلنا للدياجنوزس، المانجمنت اللي يعني هنختار له نديله ايه؟ نديله مثلا انتيكوليشن لوحده وخلاص، ولا نديله ثرومبوليتيك ثيرابي، ولا نخش نعمل له سيرجيكال امبولكتومي، ولا حاجه نون انفيزيف بقى بالقسطره. ده يعتمد على البروجنوزس، العيان ده المورتاليتي ريسك بتاعته اخبارها ايه. كل ما زادت المورتاليتي ريسك يبقى انا هستخدم لاين اوف تريتمنت اعلى في مع العيان. خلاص، فعشان نقيم العيان والبروجنوز بتاعه في سكور برضو اختصار اسمه بيزي. بيزي ده اختصار ايه؟ بالمونري امبوليزم سيفيريتي اندكس. يعني كل ما السكور ده عالي كل ما السيفيريتي بتاعت البالمونري امبوليزم بقت اعلى، وبالتالي هنا هنختار لاين اوف تريتمنت اعلى في مع العيان. ايه البارامترز؟ الايش هنا في برضو تو فيرجن للسكور ده، في اوريجينال فيرجن وفي سمبليفايد فيرجن. لو خليناه في يعني واتيفر بتستخدم ده او ده، بس طبعا كل ما الايش زاد كل ما السكور هيعلى. هنا في الاوريجينال فيرجن بيتحط الايش بارير، في السمبليفايد فيرجن هو 1 بوينت لو اكتر من 80 سنه. يعني بالذات وبالتالي كل ما العين بقى اولد ايج كل ما ايه السيفيريتي هتبقى اعلى. الميل سكس، الكانسر، الكرونيك هارت فيلير، الكرونيك بالمونري ديزيز، التاكيكارديا العنيف بلس ريت اكتر من 110، لو هايبوتنسف سيستوليك بلاد بريشر اقل من 100، لو ريسبيراتوري ريت اكتر من 30 بير مينت، لو عيان عنده هايبوثيرميا تمبريتشر اقل من 36، لو عنده عيان ابتدى يخش في التر ديمنتال ستيتس، او عيان عنده ارتيريال اوكسجين ساتوريشن اقل من 90%. نجمع السكور دوت ونشوف بعد كده. طيب لو اخذنا بالسمبليفايد فيرجن ده، لو 0 بوينت ما عندوش اي حاجه في دولت، هنا السيرتي دي مورتاليتي ريسك بتاعته 1% بس، فدي نسبه معقوله. لكن لو اكتر من او يساوي 1 بوينت بس، السيرتي دي مورتاليتي ريسك بتاعته بتبقى اكتر من 11% تقريبا. ده لو اخذنا بالسمبليفايد فيرجن. لو اخذنا بقى بالاوريجينال فيرجن ده، لا ده انت عندك في كلاس 5 دوت فيري هاي مورتاليتي ريسك، الريسك بتاعه من 10 ل 25%، يعني ربع العينين ممكن ايه يحصل لهم ديس في اول شهر. طب يعني ايه بقى الريكومنديشن بتاع الاوروبيان سايتي جايد لاينز في موضوع البروجنوزز ده؟ هل ده مهم؟ طبعا. Initial risk classification of suspected or confirmed pulmonary embolism based on presence of shock or persistent hypotension is recommended to identify patient at high risk of early mortality. اللي هو الجداول اللي قلناها في الاول خالص، شوك وهايبوتنشن ده لهم وضع تاني خالص. انما في العينين اللي هم ما عندهمش high risk، the use of validated clinical risk prediction score اللي احنا الجدول اللي اتكلمنا عليه من شويه البيزي دوت، او السمبليفايد فيرجن بتاعه، should be considered to distinguish between a low and intermediate risk pulmonary embolism. ده class 2A indication، هو تحت 1 على طول. طيب في الهيمودايناميكلي ستيبل نورموتنسيف بيشنت اللي عندهم pulmonary embolism، الايكوكارديوجرافي اسيسمنت may help في البروجنوزس كمان. زي ما قلنا ايه، لو احنا لقينا في الايكوكارديوجرافيك فايندنج ساينس معينه دي بتعمل هاي ريسك للعيان ده، ان هو هنحطه في الهاي ريسك كاتيجوري، زي وجود ار في دايليتيشن، ار في ال في ديامتر ريشيو، والهايبوكينيزا في رايت فنتيكولار فري وول، والانكريس فيلوستي بتاع الجيت بتاع تريكاسبيد ريجيتيشن، يعني وجود بالموني ابريشن عالي، او كومبينيشن اوف ذا اباف. طب ايه فيت الايكوكارديوجرافي كمان؟ ان هو مش بس كده، ممكن الاقي في العيان ده رايت تو ليفت شنت، عنده بيت فريم الاوفال مثلا، والعين عنده مثلا بيت فريم الاوفال وعنده سورس، عنده اتر فيبريليشن، فممكن ده يخش في بالموني امبوليزم من بيت فريم الاوفال.
او في رايت هاند ثرون باي. خلاص الحاجات دي طبعا اسوشيت ويز انكريز مورتاليتي في البيشنت ويز اكيوت بلمونري امبوليزم. طيب في كمان لابوراتوري تيستس وبايو ماركرز هتفيد في البروجنوستيك اسسمنت. يعني الحاجات اللي انا هقولها دي مش في الدياجنوزز، الدياجنوزز دي دايما. طب انا خلاص دلوقتي دياجنوزد العيان ان هو عنده بلمونري امبوليزم وعايز اعمل له ريسك ستراتيفيكيشن عشان احدد له اللاين اوف تريتمنت بتاعه، هنا هعتمد على حاجات بقى ثانيه هطلبها برضو للعيان. الحاجات دي لما اشوفها معناها ده هاي ريسك، هبقى في اجريسيف لاين اوف تريتمنت معاه غير العيان اللي ما عندوش. ايه هم دول بقى؟ كلهم بيعتمدوا على ايه في ان هم يحصلوا؟ بص يبقى نكتف، يعتمدوا على حاجات من السيكوال الهيموديناميك اللي منها في الاول، هو رايت فنتريكولار بريشر اوفرلود او رايت فنتريكولار مايكاردال انجري. مش احنا قلنا ان رايت فنتريكل ده هيبقى عليه الاول بريشر اوفرلود وبعد كده هيحصل مايكاردال اسكيميا؟ مايكاردال اسكيميا ده زي بالظبط مايكاردال اسكيميا اللي بيحصل في الاكوتكولر سيندروم، هيطلع تروبوني بس هنا من رايت فنتريكل. فمثلا لو مايكاردال ماركرز مايكاردال انجري دي التروبونين عالي، مش هقول بقى ده كورونري ارت ديزيز، لا ده هاي ريسك بالمونري امبوليزم. بس لازم انا برضه اكسكلودنج بالمونري ارت ديزيز، مش انا مدخله بالمونري امبوليزم وخلاص من الايه المانيفيستيشن والاي سي جي كرايتيريا والحاجات اللي اتكلمنا فيها قبل كده. طب قبل يعني اول حاجه ايه في الرايت فنتريكل بريشر اوفرلود؟ هو اللي بيحصل قبل الرايت فنتريكل اسكيميا. خلاص فالرايت فنتريكل بريشر اوفرلود ده بيزود الميكاردال ستريتش وده بيطلع حاجه اسمها برين ناتريوتيك بيبتايد او ان تيرمينال برين ايه ناتريوتيك بيبتايد. لو لقينا الليفل بتاع البرين ناتريوتيك بيبتايد ده لو، ده ويز فيفربل شورت تيرم كلينيكال اوت كوم لانه هاي ليه هاي نيجاتيف بريدكتيف فاليو زي دي دايمر كده. لو لو يبقى كويس، العين ده المورتاليتي ريسك بتاعته قليل. هيموديناميكال ستيبل بيشنت ويز لو ان تيرمينال برون ناتريوتيك بيبتايد مي بي كانديديت فور ايرلي ديسشارج اند اوت بيشنت تريتمنت. يعني لو انا عيان طلع دي دايمر بتاعه بوزيتيف مش هخرجه بقى، هستنى عليه شويه. طب افرض عملت البريد ناتريوتيك بيبتايد ولقيته نيجاتيف، كويس ممكن في الحاله دي اخرجه. ماشي انا بس انا شخصته بالنسبه لازم هعالجه بس هخرجه. في فرق ان انا واحد الاولاني دي دايمر اكسكلودد بالموني امبوليزم خلاص مش هعالجه اصلا، انما ده هنا خلاص دي دايمر طلع بوزيتيف فهعالجه بالموني امبوليزم بس هخرجه اون تريتمنت. ماشي طيب الماركرز بقى بتاعت الكارد انجري اللي هي السيكوال الثاني للهيموديناميك سيكوال اللي بيحصل في البلموني امبوليزم اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها رايت فنتريكل اسكيميا. رايت فنتريكل اسكيميا هتطلع تروبونين زي بالظبط ما بيحصل في الكورونا ارت ديزيز. طبعا وجود تروبونين اسوشيتد ويرس بروجنوزز لان كون ان الهيموديناميك سيكوال اثرت على رايت فنتريكل بحيث انها تعمل مايكاردال اسكيميا ده خلاص قرب انه يخش في شوك وهايبوتنش. فده وجود تروبونين عالي بالذات كل ما التتر عالي اكتر لو كوانتيتيف كل ما البروجنوزز ايه هيبقى ويرس. في حاجه تانية كمان اللي اسمها الهارد تايب فاتي اسيد بايندنج بروتين، ده ان ايرلي ماركر في ميكارديال انجري وبرده ليه دياجنوستيك فاليو في البروجنوستيك فاليو في الباكيوت بالموني امبريس بس طبعا ده مش افيلبل زي التروبونين يعني. طيب اخبار السيرم كرياتينين ايه؟ كل العينين طبعا بيعملوا لازم سيرم كرياتينين. لو لقينا السيرم كرياتينين ليفل ابتدى يعلى ده معناه ان ابتدى يحصل ايه؟ هايبرفيوجن الاورجنز، ودي طبعا برضو اكاري 30 داي ايه انكريس في الاور كوز مورتاليتي في الاكيوت بالمونري امبوليزم. طيب الجدول ده بقى بيبين لنا اللي احنا اتكلمنا عليه، ازاي اعرف الايرلي مورتاليتي ريسك سامري اللي احنا اتكلمنا عليه في الفتره اللي فاتت دي كلها. الايرلي مورتاليتي ريسك هل هو العيان ده لو عنده شوك او هايبوتنشن خلاص هنا الايرلي مورتاليتي ريسك بتاعته هتبقى هاي طبعا ده اكيد. طب لو امتى اقول العيان ده عنده انترميديت ايرلي مورتاليتي ريسك؟ والانترميديت متقسمه لهاي ولو. انترميديت هاي واللي هو تحت الهاي على طول ده برضو كاتيجوري من العيانين ان انا
الهاي ده لازم اديله ثرومبوليتيك ثيرابي على طول طبعا. الاولاني ده الاحمر ده يعني عنده هاي ايرلي مورتاليتي ريسك، اول حاجه افكر فيها اديله ثرومبوليتيك ثيرابي الا لو في كونتر انديكيشن. طب الانترميديت بقى ده، لو انترميديت هاي ده هاوزن الامور، هديله ولا ما اديلوش على حسب حاجات هنشوفها ماشي. طب امتى اقول انترميديت هاي؟ الدرميت هاي ده عين جاي مش جاي اصلا بشوك او هايبوتنشن، بس انا لما عملت بقى الحاجات الثانيه لقيت ايه، ان التروبين بتاعه عالي خلاص، وان البرين نيتوتيك بتاعه عالي اثنين مش واحد، ولقيت كمان السكور اللي انا عملته بتاع البيزي ده عالي خلاص، ده هحطه على طول انترميديت ايه هاي ريسك. طب امتى اقول له عليه انترميديت بس لو ريسك؟ لو انا لقيت واحد من الماركرز دول اللي هم التروبينين او البرين نيتوتيك بيبتايد نيجاتيف، واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف او الاثنين نيجاتيف خلاص، طيب العيان اللي هو اللو بقى مورتاليتي ريسك اللي هو عيان مش بريزنت بشوك او هايبوتنشن من الاساس، السكور بتاعه لما حسبته اللي هو البي سي ده طلع قليل خلاص. وهنا في الحاله الاسسمنت بقى ان انا اشوف تروبينين واشوف برين نيتوتيك بيبتايد يعني ايه، يعني از اوبشنال. سامري بقى للبروجنوستيك اسسمنت ده تاني كده عشان ما تتوهوش تاني. At the stage of clinical suspicion of pulmonary embolism, hemodynamically unstable patient with shock, or hypotension should immediately be identified as high risk patient. أول عين خلاص جاي بشوك وهايبوتنشن زي ما احنا قلنا على طول ده high risk patient. مفيش كلام ده. طيب لو عين بقى نور متنسف بالمونري امبوليزم، هنا السيفيريتي اندكس اللي هو البيزي سكور ده هنعتمد عليه في الدياجنوز. لو كان اكتر من ثلاثة، اكتر من يساوي ثلاثة في الاوريجينال فيرجن او في السمبليفايد فيرجن اكتر من او يساوي واحد، هنا كونستيتيوت انترميديت ريسك جروب خلاص. Of these patients ال intermediate risk دول احنا قلنا هيتقسموا اثنين، واحد high intermediate risk واحد low intermediate risk. العينين ان هم عندهم evidence of RV dysfunction by echocardiography and or CT ومعاهم elevated cardiac biomarkers level في circulation، هنا هيتقسموا هيبقوا دول intermediate high risk and monitored for early detection of hemodynamic decompensation. هم ده اللي انا بقول عليه بقى intermediate risk ده ايه؟ هديله ثرومبوليتيك من الاول؟ لا ممكن ما اديلوش، هستنى عليه، بس هعمل له مونيتورنج كلوز اوبزرفيشن عادي، مش هخرجه واقعده في السي سي يو. اول ما بحس ان ابتدى يخش في هيموديناميك انستابيليتي على طول اديله ريبرفيوجن سيرف. البيزي بقى كلاس 1 او 2 او الزيرو ده لو ريسك اوف ان ايرلي ادفيرس اوتكم. الالجوريزم ده بيلخص برضو كل اللي قلناه تاني، إعادة ماشي. تاني اهو العيان جاي في الاول جاي عنده شوك او هايبوتنشن، عنده شوك وهايبوتنشن خلاص، يبقى هستخدم الدياجنوستيك الجوريزم اللي احنا اتكلمنا عليه في الـ في الـ في الجداول السابقه، واتاكدت من ان هو عنده فعلا بالموني امبوليزم هديله برايمري برفيوجن. طب ما عندوش شوك وهايبوتنشن، هنستخدم الالجوريزم اللي هو اتكلمنا عليه بالسكور البيزي ونشوفه هل هو من الهاي ريسك كاتيجوري ولا اللو. هاي ريسك كاتيجوري هيبقى انترميديت ريسك، في الحاله دي هشوف الايكو او السي تي مبين ار في ديسفانكشن ولا لا، والريزلت بتاعت التروبونين والبرين ناتشورتيك بيبتايد طلعوا كلهم بوزيتيف خلاص ده انترميديت هاي ريسك، ده هقعده واشوف يمكن اديله ايه ليبر فيوجن. ما طلعش عنده الحاجات دي يعني حاجه فيها حاجات بوزيتيف فيها حاجات نيجاتيف، هنا انشوجليشن وهسبيتالايز برده شويه عشان خرجه على طول. طلع بقى من اساس لو ريسك خلاص، هنا انشوجليشن لان هعالجه بالموني امبوليزم بس كونسيدر ايرلي ديسشارج اند هوم تريتمنت. طيب ايه التريتمنت بقى؟ خلاص انا عيان دلوقتي شخصته بالموني امبوليزم بيزد على الدياجنوستيك كرايتيريا اللي فاتت دي، هيد هعالجه ازاي؟ اول حاجه لازم اعمله هيموديناميك انتريسبيراتوري سبورت. العيان ده جاي لي، لو جاي لي بهايبوتنشن اديله فلويدز؟ غلط.
مش المانجمنت هنا فلوتس. انت طب اديله فلوتس مودست 500 ملي بس فلوت تشالنج may help to increase the cardiac index في البيشنت اللي عندهم بالمونيوم ريزم اللي عندهم low cardiac index and normal blood pressure. يعني العين عنده مثلا هو اصلا عنده مثلا left ventricular dysfunction ليك اي سبب اساسي، عنده مثلا ischemic heart disease، عنده hypertensive heart disease وعمل LV dysfunction، فعنده ejection fraction بتاعته مثلا 75% ومعاه normal blood pressure، خلاص هنا في العيانين دول ممكن ادي modest ايه فلويد تشالنج. لكن عشان ادي كده وخلاص في عين هايبوتنسيف لا ده غلط. امال استخدم ايه؟ فازو بريسرز دي نيسيسري. خلاص لحد ما ابتدي له بقى ايه المانجمنت اللي هو الاساسي اللي هو ريبرفيوجن او السيرجيكال على حسب انا هستخدم ايه. زي ايه في الفازو بريسرز دول؟ النوربينفرين. النوربينفرين بيعمل امبروفمنت في الرايت فنتيكولار فانكشن في دايركت بوست انتروبيك افكت وايل اولسو امبروفينج الفي كرونيك بيرفيوجن باي بريفرال فاسكولار الفا ريسبتور ستيموليشن، فبيزود السيستميك بلاد بريشر. بس ما يستخدمش الا في العيانين الهايبوتنسيف بيشنت، ليميتد تو هايبوتنسيف بيشنت مش اي عيان. ماشي طيب الدوبيتامين والدوبامين اخبارهم ايه؟ دول اخف شويه، دول may be considered for patients with pulmonary embolism low cardiac index and normal pulse pressure. هما العيانين هديهم فلويد في الاول دول اللي هما عندهم left ventricular dysfunction مثلا وعندهم normal pulse pressure، هنا الدوبيتامين هنا بيفيد لانه بيحسن كمان right ventricular function. طب الابنفرين combine the beneficial properties بقى بتاع النوربينفرين والدوبيتامين without systemic vasodilatory effect، وبالتالي it may be therefore exert beneficial effect in patients with pulmonary embolism and shock. العين عندهم شوك يا اما هستخدم نوربينفرين يا اما هستخدم ابنفرين. طيب الانجيوجريشن هو كورنر ستون. العين ده اصلا ايه؟ ده ثرومبس، فينوس ثرومبوليك ديزيز. فالانجيوجريشن هنا الكورنر ستون. في الاكيوت كورنر سيندروم ايه الكورنر ستون في التريتمنت؟ لا انا بتكلم على يعني فارماكولوجيكال تريتمنت. انتي بليتلت في فرق. بص انتي بليتلت اكيوت كورنر سيندروم ده ارتيريال، خلاص هنا انتيجو اجليشن. ماشي طيب in a patient with acute pulmonary embolism anticoagulation is recommended with an objective of with the objective of preventing post early death and recurrent symptomatic or fatal venous thromboembolic disease. يعني هو العيان مثلا هو العيان عنده مثلا low risk pulmonary embolism، ده low risk pulmonary embolism، لو انا ما عالجتوش شايفه انه risk ما عالجوش يعني، وهنا انا ما عالجتوش هيخش بعد كده في high risk لو انا ما عالجتوش، لان هو الانجيوجريشن هي مش بريفنت بس الايرلي ديث، لا كمان الريكرنت symptomatic or fatal venous thromboembolic disease. And the standard duration of anticoagulation should cover at least 3 months. أقل حاجة في التريتمنت في الانتيكوليشن 3 months. Never shorter than this. ماشي؟ طيب. إيه بقى أنواع الانتيكوجليشن هنا في الأكيوت فيس تريتمنت؟ Unfractured heparin. Unfractured heparin الهيبرين العادي بتاعنا خالص. بالذات ده بيبقى مهم في الهاي ريسك بيشنت. ان انا ممكن اديهم ليبر فيوجن، ما ينفعش استخدم حاجات من اللونج اكتنج. ماشي؟ انما اللو موليكولار ويت هيبرين والفوندا برينوكس دول برضو ليهم بنفيت بس مش عاليين الهاي ريسك. الهاي ريسك ده انا ممكن اديله ثرومبوتيك سيرفي ما استخدموش اللو موليكولار ويت هيبرين، لان لو استخدمته هاجل الايه؟ الثرومبوتيك سيرفي، وطبعا ما يتاجلش ساعتها هناخده بهاي ريسك شويه. البارنتال هيبرين شود بي اوفرلاب ذا انيتيشن اوف فيتامين كي اند داكنوس. طبعا العينين دول اللي هم اللي انا مثلا هديهم مش هديهم ريبروفيوجن ثيرابي وهديهم انتيكوجن تريتمنت بس، يا اما ابتدي بانفكشن هيبرين او لو موليكولار ويت هيبرين او فوندابرينوكس فور 5 تو 10 دايز اللي هم دول انجكشن، واعمل اوفرلاب ب حاجه من الاي اورال بقى انتيكوجن ايضا اللي هم الفيتامين كي انتاجونست زي الوارفرين طبعا مشهور. هنا لازم اعمل اوفرلاب في ال 5 تو 10 دايز دول عشان ايه يبتدي الاكشن بتاع الوارفرين يشتغل، او ان انا استخدم حاجه من نيو اورال انتيكوجن تريتمنت اللي هم زي الدابيجاترين او الانوكسابين.
حديثا بقى بقى في حاجات من النوفل اولر انتيكولانت تريتمنت زي الريفلوكسابان دوت، وده موجود اللي هو باسم دلوقتي سريلتو في مصر، وفي شركات تانية جينيريك عاملاه. ميزة الحاجات دي ايه بقى؟ انه في العينين دول ممكن الاورال تريتمنت ممكن ابتديه ايفن من داي 1 من غير مادي قبليه لو موليكولار ويت هيبرين. هو الريكومنديشن دلوقتي اما ادي 1 تو 2 دايز بس والفلكشن هيبرين او لو موليكولار ويت هيبرين وابتديهم ان هم بيشتغلوا على طول ايميديتلي، او ان انا ابتدي على طول اورال تريتمنت من داي 1 بالحاجات دي هيت بس بدوز اعلى شويه في اول 3 اسابيع. يعني حاجه مثلا زي ريفالوكسابان دوت الدوز بتاعته 20 ملغ وانس ديلي، هو العيان هياخد قرص واحد في اليوم خلاص، ومش محتاج مونيتنج بقى باي ان ار، لان النوفل انتي كوجلانت دول تريتمنت ما بيحتاجوش ان انا اعمل لهم ايه فولو اب البرسومبين تايم والاي ان ار. فلو انا عيان مثلا شايفه هو لو ريسك وانا شخصته في الكلينيك او بالايكو بتاعي في الكلينيك وخلاص مكتفي بكده وعملت له لاب وتاكدت وخلاص، ممكن ما ادخلوش المستشفى، انا ممكن اعالجه من داي 1 بالنوفل انتيكوجولانت تريتمنت ده من غير اي انجكشن. دي ميزه النوفل انتيكوجولانت تريتمنت في الفتره الحاليه. طب الديوريشن اخبارها ايه؟ في سام كيسز طبعا احنا قلنا اتليست 3 مانثس. طب في سام كيسز اكستندد انتيكوليشن براند 3 مانثس اور ايفن انديفينيتلي، على حسب بقى في على حسب السكندري بريفنشن، حسب الريكورنس. انا باوزن ساعتها الانديفيديوال بيشنت ريسك او الريكورنس على حسب طبعا عنده ايه اللي تسبب له البلمونري امبوليزم، اصلا عنده كانسر، عنده مشكله في البلاد ديس اوردرز بتسبب له يعني انكريس ثرومبوزيس ولا ايه، وحاوزن ساعتها انا هديله الديوريشن اكتر من 3 مانثس ولا لا، وبرده لازم اشوف البيجنج ريسك بتاعه. شوف دي بقى العباره دي مكتوبه بالاحمر، دي مهمه قوي. انفيكشن هيبل از ريكومندد ان هوم برايمري بريفيوجن از كونسيدرد، انا عيان داخل هاي ريسك ما اديلوش بقى الكليكسان والملكرال ويت هيبل والكلام لا، ابتديله بهي انفيكشن هيبل انفيوجن خلاص عشان اقدر ادي معاه ايه السنوبلتك سيرب. وكمان معين عندهم رينال امبيرمنت، معين عندهم رينال امبيرمنت هنا الانفيكشن هيبل بيبقى احسن حاجه. طب ايه بقى انواع السنوبلتك سيرب؟ طبعا كلنا عارفين السبتوكينيز ده افيلبل، وبعدين يوروكينيز والار تي بي اي. السبتوكينيز فيه تو ميثودز اوف تريتمنت، فيه في الريجيمن العادي خالص انا ببتدي بدي 250 الف انترناشنال يونت لودنج على 30 دقيقه، وبعد كده ايه امشي له انفيوجن 100 الف انترناشنال بير اور لمده 12 24 ساعه. وفي ريجيمن تاني اللي هو تحتيه اكسلريتد ريجيمن، ده بيتاخد على ساعتين، الواحد ونص مليون يونت دول بيتاخدوا على ساعتين. اليوروكينيز برضو في منه يعني تو ويز، في برضو واي بيتاخد على 24 ساعه وفي واحد بيتاخد على 2 اورز. الار تي بي اساسا ما بيتاخدش على فترات طويله، فهو يا اما بيتاخد على ساعتين يا اما بيتاخد على 15 دقيقه بس. مشكله الار تي بي طبعا مش افيلبل قوي ومور اكسبنسيف. الانفكشن هيبرين زي ما قلنا should be stopped بقى لما ليه بقى احنا يعني قلنا ما نديش له مولكيولار ويت هيبرين في الاول، لان انا لازم لما ابتدي السنوبلتك سلبي اوقف الايه الهيبر، فانت الحاجات الثانيه لونج اكتنج مش هينفع تقف، لكن انفكشن هيبرين ممكن اوقفه، فهو بيبقى ستوبت تيمبرري لما اجي ادي السبتوكينيز او اليوروكينيز، بس ممكن اكمله ولو بدي ار تي بي. في حاله انا اديت بقى لوج مولكيولار ويت هيبرين خلاص واحتاجت ادي ثرومبوليتيك ثيرابي، ها يعني خلينا بقى في الحاله دي كمان في نقطه مهمه جدا، انا بعد ما ادي ثرومبوليتيك ثيرابي هكمل على ايه؟ بس ما اكمل على انتيكواليشن خلاص، برده هكمل على انتيكواليشن هيبرين في الاول. ليه مش لو مولكيولار ويت هيبرين؟ لان هنا في ريسك اوف ايرلي بليدنج في الفتره دي، الانفكشن هيبر ممكن العب في الدوز اوقفه واقلله، انما لو استخدمت لوميكنيولار هيبر مش هعرف برضو اظبط الدوز. فلو انا استخدمت نعم لمده كام استخدمها بعد الثرومبوليتيك
ما هو ده بقى اللي انا مش لسه عمال اقول لك هنعمل بعد كده اورال انتي كوليشن تريتمنت. ايزر لو انا هستخدم النوفل انتي كوليشن تريتمنت النوفل دول حسب نوعه، في حبه منهم بيتاخدوا 5 ل 10 دايز الاول انفيوجن، او لو هنقل بقى على اللي هو مولكيولار ويت هيبرين بعد مثلا 24 ساعه 48 ساعه ممكن اقلب على اللي هو مولكيولار ويت هيبرين ل 15 ايام. بعد خلال ال 15 ايام دول هعمل اوفر لابنج بالوارفرين لو انا هستخدم وارفرين او دابيكادرين مثلا. لو انا هستخدم حاجات من اللي هم الريفروكسابان اللي هو بيستخدم بيشتغل من الاول بدري، ممكن ساعتها اديوم يومين انفكشن هيبن وابتدي اقلب ايه على الريفروكسابان. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في السلايد اللي فات. Given the bleeding risk associated with thrombolysis and the possibility of it that it may be become necessary to immediately discontinue or reverse anticoagulation treatment of heparin, it appears reasonable to continue anticoagulation with unfractionated heparin for several hours. ده كنت بتكلم عليه من شوية. After the end of thrombolytic treatment before switching to low molecular weight heparin or fondaprinox. لسه كنا بنتكلم فيه. طبعا في كونتراكتيشن ثرومبوليز، وهنا من هنا لو انا عيان لقيته عنده ابسولوت كونتراكتيشن ثرومبوليز وعنده هاي ريسك لازم هستخدم حاجه ثانيه لاينز اوف تريتمنت ثاني، هتكلم عليه بعد الجدول ده. طب امتى اقول ان العيان ده ما اقدرش اديله؟ دول لازم تبقوا حافظينهم، دول لازم مع العيان وهو داخل تسالوه الاسئله دي. دي ليدنج كويستشن، العيان مش ممكن ما يقولها لكش، هتساله العيان ده كان عنده اي هيموراجيك ستروك هو ستروك في الانورمال اورجين ات اني تايم، جاله ستروك وانا مش عارف ده كان هيموراجيك ولا امبوليك ما ادروش خلاص. اسكيميك ستروك في البريسيدنج 6 مانس، متاكد جاله ستروك مش هيموراجيك بس بقى له اكتر من 6 شهور اديله، وزين 6 مانس ما ادروش. سنترال فينوس سيستم دامج اور نيو بلازما، عنده تيومر في السي ان اس، ريسنت او ميجر تروما او هيد انجري في اخر 3 اسابيع، وطبعا اكتف بليدنج بيبتيك الس جو جاسو انستال بليدنج في لاست مانث ونون بليدنج ريسك، دول ابسولوت كونتر اندكت. في بقى حاجات ريليتيف يعني توزن بقى الامور اذا كنت ايه العيان ولازم تدسكاس الحاجات دي مع البيشنت ريليتيفز كمان والبيشنت نفسه اذا كان هو هيتقبل الريسك ولا لا، اللي هما زي التي اي اي في اخر 6 شهور، الاورال انتيجولان ثيرابي، البريجننسي، ان اذا كان عيان انت دخلت تعمل له انجيوجرافي لاي سبب وما لقيتش ولقيته نورمال في عندك بانشر سايت تدي بقى السيبتوكينيزم ولا ما تديش، تروماتيك ريسيتيشن، ريفراكتوري هايبرتنشن. طبعا ريفراكتوري هايبرتنشن ده ريليتيف لانك ما هتنزله. ادفانسد ليفر ديزيز، انفكتيف انتوكولايتس، بيبتيك السر. دي الدوزز بتاعت الهوموليكولار ويت هيبرين بقى والفوندابرينوكس، يعني عشان وقتنا مش يعني طبعا الحاجات دي يعني انتوا عارفينها مفروض وتراجعوها يعني. نفس الكلام اللي اتكلمنا عليه بس متحط في جايد لاينز على الانفلكشيتد هيبرين. لو عيان بقى انا لقيت ايه ان هو هاي ريسك كل حاجه بس انا عنده ابسولوت كونتر اندكيشن للثرومبوليتيك ثيرابي، هعمل له ايه؟ سيرجيكال تريتمنت از ذا سكند اوبشن على طول. سيرجيكال امبوليكتومي خلاص دي طبعا الهاي ريسك بالموني امبوليزم، وكمان لسيلكتد بيشنت من اللي عندهم الثاني كاتيجوري على طول اللي هم الانترميديت هاي ريسك. بالذات طبعا لو قلنا ايه ان الثرومبوليس هنا في الحاله دي كونتر انديكيتد او فيلد. السيرجيكال امبوليكتومي دي كمان ليها فاليو في العيانين اللي عندهم رايت هارت ثرومباي في سادن في الانتر اتريال سيبتم تيكت اي سبب. ما هياش يعني هي ريليتيفلي اسيمبل اوبريشن على فكره، ما هياش عمليه يعني معقده خلاص، بس طبعا العين هيتحط على ترانسبورتر اكستراكوربوريال سيستم وبيركوتينس فيمورال كانيوليشن كان بي هيلفول ان كريتيكال سيتويشن with a rapid multidisciplinary approach and individualized indication for embolectomy before hemodynamic collapse perioperative mortality rates في الحالات دي هي حوالي 6% بس. ما هياش يعني ايه
هاي ريسك بروسيدور. بري اوبرتيف ثرومبوليزيس طبعا لو عين خد ثرومبوليزيس وفيلد هيزود ريسك اوف بليدنج بس اتس نوت ان ابسولوت كونتر انديكيشن تو سيرجيكال امبولكتور. طيب الحاجه اللي بعد كده البيريكوتينيس كاستر انديوست دايركتد تريتمنت. هنا زي ما بعمل في بالظبط في الكورونيال انجيوبلاستي انا بدخل بعمل ساكشن بعمل بالون انجيوبلاستي نفس الكلام برضو هنا. فالاوبجكتيف انترفنشنال تريتمنت هنا از ريموفال ابستراكتنج ثرومباي اوف ذا مين بالمونري ارتري تو فاسيليتيت الار في ريكفري اند امبروف السيمتومز اوف سيرفايفل. ايه الاوبشنز بقى الموجوده؟ ثرومبس فراجمنتيشن مع بيك تيل او بالون كاستر زي ما بعمل بخش بعمل بالون في الانجيوبلاستي او ايريتيك ثرومبكتومي ويز هيموديناميك كاستر ديفايسز اللي هو واش اوت يعني والسكشن او اسبيريشن كاسترز والروتيشن ثرومبكتومي فيري سيميلرلي الايه الكرونرز. اون ذا اذر هاند فور بيشنت ويزاوت ابسولوت كونتر انديكيشن تو ثرومبوليزيس كاستر انديوست ثرومبوليزيس كمان او فارماكوميكانيكال ثرومبوليزيس ار بريفيرد ابروتش. يعني ممكن اخش اعمل انجكشن للثرومبوليتيك تريتمنت سيلكتيفلي في مكان الثرومبس يعني ما عندهمش كونتر انديكيشن بس طبعا ده مش ده الميجور يعني يوز ليها يعني. طيب نقطه مهمه قوي عايز اتكلمكم عليها برضو الفينس فلترز يمكن معرفش اكيد منكم طبعا الناس كتير سمعت عنها وللاسف في يعني استخدام خاطئ للفينس فلترز بالذات في الفاسك مع الفاسكولار سيرجن استخدموها بكثره. هي انا ما شفتش دايما الفينس فلترز دي غير مشاكل انا اجينس الفينس فلتر غير في سيلكتد ايه انديكيشنز عشان ما يبقاش ايه يعني حتى تسمع عن حد ريكومند الفينس فلتر او انت تريكومند الفينس فلتر لعيان جاله دي في تي ما هواش من الحاجات اللي انت تشجع بسهوله انك انت تريكومند لان ليها مشاكلها كتير جدا. هي نفسها الفينوس فلتر دي هتعمل لك بعد كده الثرومبوز يعني هي مفيده بس في الاكيوت ستيج ما بعد كده مشاكلها كتير جدا. فحتى شوف الكلاس اوف انديكيشن في الاوروبيان سايتي جايد لاينز ايه الفينوس فلتر شود بي كونسيدر ان بيشنت وذ اكيوت بالمونري امبوليزم اند ابسولوت كونترا انديكيشن تو انتيجوليشن. عيان انا ما ينفعش اديله انتيجوليشن مش ثرومبوليتيك ثيرابي هنا دي ساعتها هحط له الفينس فلتر وده كلاس 2 اي حتى مش 1 ماشي. انتوا عارفين ايه الفلترز دي يعني حاجه بتتحط في الانفيرا كيفا فلتر بيمنع الثرومبس انها تجو فوق على الايه على البلمونري سيركيليشن. الاي في سي فلتر شود بي كونسيدرد ان كيس اوف بلمونري امبريزم ريكارنس ديسبايت ثيرابيوتيك ليفل انتيجوليشن ذا سكند يعني انديكيشن. عيان انا بديله انتيجريشن وتارجت الاي ان ار للليفل بتاعي وبرده ستيل بيجي له بالمونري امبوليزم. هما دول الايه الحالتين اللي انا ممكن احط فيهم الفلتر غير كده لا. شايف بقى الروتين يوز اوف اي في سي فلتر ان بيجيت بالمونري امبوليزم از نوت ريكومندد تماما ابسولوتلي. مكان الفلترز باختصار بسرعه كده عشان نبقوا عارفين بس بالفلتر بليست فين بيتحط في الانفرارينال بورشن بتاع الانفيرو فينا كيف الا لو اذا كان في سوم بس بقى ايدنتيفايد في رينال فين ساعتها هنحطه سوبر ليد ماشي. زي ما قلت لكم من شويه البينيفيت بوسيبلي كومينج ات ذا كوست اوف انكريست ريسك اوف ريكارنت فينوس ثرومبوليك ديزيز والكومبليكيشن الاسوشيتد وذ بيرمننت انفيرو فينا كيف فلتر ار كومن also are rarely fatal. وانا الحقيقة against لان انا شفت عيانين من الفلتر جالهم بالمونري ريزم وضعت. overall early complication include insertion site thrombosis placement filter في السوبيري فينا كيفا لو عيان بقى عنده مشاكل جاية من فوق مش من تحت ممكن طبعا يزود الريسك في بريكارديال تامبونات. الليت كومبليكيشن ار مور فريكوينت هي دي اللي بنتكلم عليها بقى اكثر وهي انكلود ريكرنت دي في تي في 20% من الحالات بوست روبوتكس سندروم في 40% اوكلوجن في الاي في سي افكت ابروكسيمتلي 22% في البيشنت 5 ييرز و33% عن 9 سنين ريجاردلس ذا يوز اوف ديوريشن اوف انتيجوليشن. حتى لو بتستخدم مع انتيجوليشن بيحصل له كده. وبالتالي
في بعض الاستاذز اتعملت وبينت ان ريديوس ريسك ان الفينوس فلتر دي انسرشن ريديوس الريسك اوف ريكيرنت بلمونري امبوليزم ات ذا كوست اوف انكريست ريسك اوف ريكيرنت دي في تي اند نو اوفر اول افكت اون سيرفايفل. في حاجات جديده اسمها بقى نون بيرمننت فلترز، يعني فلتر انا اقدر اشيله، دي تمبري او ريتريفبل ديفايسز، دي اللي ممكن نستخدمها بقى في البدايه لفترات المؤقته. Temporary filter must be removed in few days, while retrievable filters can be left in place for a longer period. When non-permanent filters are used, it is recommended that they be removed as soon as it is safe. عشان avoid late complication. To use an anti-A coagulation. لو عين عنده يعني في حاجه فتره بس تمبري كده مش انسى استخدم انجكريشن فيها، وبعد كده هستخدمها. هنا في الحاله دي هستخدم ايه؟ التمبري فلتر في الحالات اللي زي دي. ديوريشن اوف تريتمنت برضو احنا اتكلمنا فيها، دي الجايد لاينز يعني ممكن تبقوا تقروها انتوا بقى براحتكم كده، تاخدوا طبعا يعني ممكن تاخدوا مش تاخدوا كوبي من الحاجات دي، تقروها براحتكم كده. هي مجمعه برضو تاني الكلام اللي احنا قلناه عشان بس الوقت. ده summary للأكيوز فيس تريتمنت. البرايمري بيرفيوجن تريتمنت بارتيكولي سيستيميك ثرومبوليسيس is the treatment of choice for patient with high risk pulmonary embolism. Unfractionated heparin with a partial thromboplastin time monitoring is the preferred anticoagulation regimen in such regimen. يعني أنا ما بدي طبعا unfractionated heparin، انتوا عارفين لازم مش بدي كده دوز وخلاص، أنا بعمل له يعني جادجمنت للانكريس او ازود الانفيوجن او اقلله على حسب البي تي تي، ماشي؟ لازم يبقى 1.5 او 2 تايمز النورمال. فور موست كيسز اوف اكوت بالمونري امبوليزم وذاوت هيمودايناميك كومبرومايز لو موليكولار ويت هيبرين اور فوندا بينوكس از ذا انيشال تريتمنت اوف تشويس انليس ذير از سيفير رينال ديسفانكشن. الحاجه الثانيه بقى هنستخدم فيهم ايه؟ لو موليكولار ويت هيبرين. Systemic thrombolysis is not routinely recommended as primary treatment for patients with intermediate high risk pulmonary embolism, but should be considered if clinical signs of hemodynamic decompensation appear. النقطة دي بقى لو أنا عينين هما intermediate risk, intermediate high risk، أنا قلت لكم دول هندخلهم وهأوبزيرف. ليه ما ندروش thrombolytic therapy من الأول؟ ليه؟ لأن thrombolytic therapy ده ليه برضه مشاكله. خلاص؟ فالعين ممكن يعني سيرفايف ويعدي الاكيوت ستيج ده من غير ما تديله ثرومبوليتيك ثيرابي، يبقى احسن. وهما لما الاستاديز اللي على فكره اللي بينت العيانين اللي هم ما كانوش هاي ريسك بالموني امبوليزم وخدوا ثرومبوليتيك تريتمنت اللي هم الانترميديت دول، لقوا ما فيش فرق في السيرفايف يعني الناس اللي ما خدوش ليت سيرفايف. هو ليه فرق في طبعا في الرابيد ريزوليوشن اوف ثرومبس، لكن مفيش فرق في السرفايف. عشان كده الا في حالات معينه اللي هي ايه العيان هيخش في هيمودينامك ايه انستابيليتي، هما دول اللي لازم ياخدوا ايه ثرومبوليتيك ساب. بيركوتينيس كاستر دايركتد تريتمنت اور سيرجيكال بالمونري امبولكتومي ار اورتيف ريسكيو بروسيدر فور انترميديت هاي ريسك بالمونري امبوليزم. احنا اتكلمنا عليه انت لو عدى فتره طويله عليه مش هتلحقه اصلا العيان. انا عايز نقول لازم ايه التريتمنت عيان هاي انت داخل لك وانت بتديه مش العيان هاي ريسك لهاي بوتنشال شك هستنى عليه ايه؟ طبعا كل ما تستنى مش هتلحقه اصلا هيموت. العيان فضل ستيبل مثلا اوتين وبعدين بيطلع له مش فاهم انا بجيب نتيجه ولا وتديه ليه اصلا؟ ما ده اللي انا بقول عليه الستيبل ده مش هتديه له اصلا. ستيبل وبعد كده جاله طب ما كده عادي انت قالي. هو القصة ان هو وانس اللي حصل الهيمودايناميك سبور انستابيليتي تديله على طول انت كده ايرلي. خلاص النيو اورال انتي كواجلانت دول اللي هم الدايركت فاكتور 10A اور ثرومبين ار نون انفيرير ان تيرم اوف افيكاسي اند بوسيبلي سيفر. ميزة النوفل انتي كواجلانت تريتمنت اللي هو النيو اورال انتي كواجلانت تريتمنت ان هم في الاستاديز اللي قارنتهم بالوارفرين ما كانوش نون انفيريور ليه، وفي نفس الوقت هم ان تيرم اوف سيفتي مور سيفر اقل في الايه البليدنج ريسك بقى. وطبعا زائد ان هم ما بيحتاجوش ايه كلوز مونيتورنج بالاي ان ار.
low risk patient with in the PC class 1 or 2 and probably those with simplified PC 0 should be considered for early discharge and outpatient treatment. If it is appears feasible based on patient anticipated compliance as well as a social background. Education and aggregation, احنا قلنا in at least 3 months والاكستندد تريتمنت يعني سواء بنوفل انتيكوريشن تريتمنت او النيو بوث ار افكتيف وسيف بروبابلي سيف والنوفل انتيكوريشن تريتمنت دي هيت ار بوث افكتيف اند سيف بروبابلي سيفر ذان ستاندرد اي الفيتامين كي انتاجونست. In patients who refuse to take or unable to tolerate any form of oral anticoagulant treatment, aspirin may be considered for extended secondary venous thrombolic prophylaxis. يعني عيان دلوقتي مش ما في contraindication أو مش قادر أديره مش compliant على التريتمنت. The second option الأسبرين بس مش هو الفيرست وان طبعا. ماشي؟ انتوا المحاضرة الثانية اللي هتاخدوها دلوقتي مفروض ان هي على البلموناري هايبرتنشن بس انا يعني دي يعني هنت كده سريع السيكوالي بعد كده العين اللي هم ما بيبقوش ويل تريتمنت ايه انهم يحصلهم كرونيك ثرومب امبوليك بلموناري هايبرتنشن خلاص. طب امتى يعني سسبكت العين ده؟ لو انا بعمل له ايكو لقيت عنده رايت فينتريكولار سيستوليك بريشر عالي اللي هو التراكاسمي دلوستي اكتر من 2.8 متر بير سكند وبقاله على الاقل 3 شهور بياخد انتيكوريشن تريتمنت. احنا قلنا دي الاقل ديوريشن هي 3 مانس. لو انا جيت بعد 3 مانس دول عملت له ايكو ولقيت عنده رايز ديكريس ستوري بريشر عالي يبقى ده خلاص العين ده ما تعالجش صح او ما استجابش وبالتالي هو داخل هنا في ايه في كرونيك ثرومب امبوليك بلموناري هايبرتنشن. في الحالات دي بقى احسن حاجه بتشخص الفنتليشن بريفيوجن سكيل. لو نيجاتيف خلاص هنا وي رولد اوت الكرونيك ثرومبوليك بلموناري هايبرتنشن. لو انترميديت هيبقى انسرتن. لو الهايبر بابيلتي بقى فنتليشن بريفيوجن سكان هنا طبعا الدياجنوز بيبقى موست بروبابلي لايكلي. في الحاله دي انا ممكن اجو تو رايت فينتريكولار هارت كاتستريجيشن اند بلمونري انجيوغرافي لان هنا علاج الحالات دي بدري مهم جدا. العيانين اللي هم بيديفلوب بلمونري هايبرتنشن بقى ويفضل يزيد يعني البروجنوز بتاعهم تبقى يعني فيري باد ومفيش تريتمنت افكتيف في توطيه البلمونري ارت بريشر بسهوله في الفتره اللي احنا موجودين فيها دي. والعيانين دي موستلي بعد كده بيبقوا يعني بيحتاجوا اوبريشن. فالعيان اللي انا دلوقتي خلاص شخصته ان هو عنده كرونيك ثرومبوليك بلمونري هايبرتنشن ده لازم اول حاجه اكونتينيو لايف لونج انجيوبليشن معاه خلاص لما مفيش دلوقتي فتره معينه ده لازم هيفضل طول عمره ماشي عليه. وبعد كده لازم كمان ايه عشان البروجنوز بتاعته فيري باد العيان ده لازم يبقى يتعرض على جراحين صدر ويتأسس الاوبرابيلتي بتاعته. لو عنده اوبرابل على طول لازم يعمل بلمونري اند ارتريكتومي. يعني الموضوع مش ان هو اوبشن ده لازم ماشي. ولو ان اوبرابل بقى في الحاله دي اخد راي تاني كمان ده دليل انها مهمه لان العين دول لما زي ما قلت لكم لو ليفت انتريتد ايرلي البروجنوز بتاعهم بتبقى فيري باد. طبعا لو عيان بقى خلاص ريفيوزد من الاوبريشن او مش اوبرابل مفيش قدامي غير يا لانج ترانسبلانتيشن ويل ايماجينج ايه سيرابيز جديده بالون بالمون انجيوبلاستي بس دي اندر ترايل لسه. زائد بقى العلاج اللي هو هيتكلم يعني دكتور بقى بعد كده مفروض رامي هيكلمكم على العلاج البلموناري هايبرتنشن. حته البريجننسي بقى الجدول اللي قلت لكم عليه كان حد منكم بيسال من شويه في الاول. انا بريجننت وانا دلوقتي شاكك في البلموناري امبوليزم ماشي. دي الدوزز يعني انا لازم اعمل لها يعني انفستيجيشن. فالراديشن اكسبوجر هنا ده استيميتد راديشن ابزوربت ان ذا بروسيدر فور دايجنوستيك بلموناري امبوليزم
لو تشيست اكس راي فيتال الابسوربد راديشن اكسبوجر قد ايه والماتيرنال راديشن اكسبوجر قد ايه في البريست تيشو. خلاص. فزي ما انتم شايفين الفنتليشن لانج سكان هو الموست ريزونبل. خلاص. طبعا السي تي انجيوجرافي ساعات بنستخدمه بس طبعا الريشن اكسبوجر بتاعته اعلى. والتشيست اكس راي يعني ما هياش يعني كونتر انديكيتد لان برضو الريشن اكسبوجر بتاعتها قليله. طبعا احسنهم الدي دايمر طبعا كلاب تيست يعني. كلاس 1 ريكومنديشن في العينين بريجنسي ان احنا لو سسبكتد بالموني امبوليزم ان احنا ورانت فورمال دياجنوستيك اسسمنت ويز فاليديتد ميثود. الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه دي دايمر والكلام اللي اتكلمنا عليه في الاول. الدي دايمر ميجرمنت بي بيرفورمد ان اوردر تو افويد ان نسيسري ايراديشن. احنا قلنا من في الاول دي دايمر ايه ممكن يعلى لوحده في البريجنسي. خلي بالكم مش معنى ان بص دي دايمر انها بالموني امبوليزم هو نون سبيسيفيك، لكن لو نيجاتيف فانا هطمن. طب ما ايه الحاجات التانية اللي نستخدمها عشان في السيفر؟ هنا الكومبريشن فينوس التراسونوجرافي كويس؟ خلاص؟ طبعا الايكو والكومبريشن فينوس التراسونوجرافي والبرفيوجن لانج سكان زي ما قلنا. زي ما قلت لكم السي تي انجيوجرافي شود بي كونسيدرد اف ذا شيست اكس از ابنورمال اف ذا لانج سنتيجرافي از نوت ريدلي فيزيبل. مش هستنى برضه هنا كلاس 2 اي انتجيشن. طب العينين دول بقى A weight adjusted dose of low molecular weight heparin is recommended therapy during pregnancy in the patient without shock or hypotension. انا عندها شوك وهايبوتنشن بالمريزم دي هديها سومبريتك مفيش كلام ده لايف سيفنج. لكن لو عيانه خلاص مش مع شوك وهايبوتنشن اديها ايه؟ low molecular weight heparin طول البريجنسي. طب العيانين عندهم كانسر نقول هاي ريسك برضه بالمريم امبوليزم. العيانين اللي عندهم كانسر دول should طبعا في الانفستيجيشن should be managed in the same manner في زي السيمتوماتيك بالمونري امبوليزم عادي. النيجاتيف دي دايمر برضو احنا قلنا دي دايمر مشكلته انه بيطلع بوزيتيف في الكانسر وفي البريجنسي. لكن لو طلع نيجاتيف ها برضو هيبقى have the same negative diagnostic value as non-cancer patient. طب العينين اللي هم طلع عندهم بالمونري امبوليزم هستخدمهم برضو low molecular weight heparin. low molecular weight heparin should be considered for the first 3 to 6 months. ما بستخدملهمش برضو ال oral anticoagulant treatment على الاقل في اول 3 شهور. لسه لحد دلوقتي ال oral anticoagulant treatment ما خدش FDA approval او European Society of Cardiology approval ان هو يتاخد في اول 6 months من ال diagnosis pulmonary embolism في الكانسر patient. For patient with pulmonary embolism and cancer, extended anticoagulation beyond the 6 months دول should be considered for indefinite period until the cancer is cured. لو كان حاجات من الكانسر اللي هي عندها high thrombogenicity. ده احنا يعني خلاص كده خلصنا. يعني مفروض بعد ال احنا اتكلمنا عارفوا تجاوبوا على السؤال ده. السؤال ده مهم قوي. For the hemodynamically stable patient. How can we differentiate between patients who are going to do well with anticoagulation alone versus those with worse prognosis who might benefit from the more aggressive therapy? لأن هما دول أعلى population percent إن إحنا مفروض إيه ناخد decision في التيتم بتاعهم. طبعا ده ملخص اللي إحنا اتكلمنا فيه. تمام؟ شكرا. بالنسبة للبريجنسي يا دي بريجنسي تعال ايه اقفل اقفل بس اسمع علي صوتك.